هنا القاهرة. صباح الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، حلقه الثلاث 1 فبراير 2022. صباح الخير يا جمال. صباح الخير عليك يا حسام. السنه بتجري. نعم السنه بتجري قوي والله. تاني شهر شهر عدى. تاني شهر خلاص يعني. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا، حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. النهارده معانا سؤال لحلقه صباح الخير يا مصر. العالم تعداد سكاني فيه كله حوالي 8 مليار تحديدا، يعني 7.9 مليار، في منهم 2 مليار شخص بيلعبوا جيمز. السؤال بقى هو، هل انتوا بتلعبوا جيمز وبتسمحوا لولادكم يلعبوا جيمز، ولا يعني بيلعبوا كده من وراكم وانتوا بتبقوا عارفين هم بيلعبوا، ولا منعينهم تماما؟ قولوا لنا كده ايه رايكم في موضوع الجيمز، يعني حتى من فكره مش الاطفال الصغيرين بس اللي بيلعبوا العاب ان كان على الموبايل او بلاي ستيشن، لا احنا كمان الكبار بنلعب يا حسام. الحقيقه صعب. طبعا طبعا. يعني انت ايه اخبارك مع الجيمز؟ انا يعني بصي، انا بلعب جيمز من وانا صغير، الكترونيك جيمز اللي هي الالعاب الالكترونيه وكده، من وانا صغير جدا بعمل ده على الكمبيوتر. بس طول الوقت كنت اكتر الالعاب اللي بلعبها العاب الكوره، فيفا بقى، وكان في اليابانيه على البلاي ستيشن، ووينينج 11، وبعد كده في اللي بيتقال عليها البيس دلوقتي او البيس برو ايفولوشن سكر، كنت بلعب كل الحاجات دي. الى جانب ده كنت بلعب العاب تانية فيها حاجات برضو اللي لما الواحد كبر شويه عرف انها كانت خطر شويه على الطفوله، بس انا كانت ما يعني مش بتستهويني قوي، زي الالعاب اللي بيبقى فيها ناس معاها اسلحه مثلا. كانت ايامي مثلا في لعبه اسمها دوم، بس كان الشخصيه اللي بتلعب بيها بيقتل الوحوش. بعدين بعد شويه بقى في لعبه اسمها جي تي اي اللي بيتقال عليها دلوقتي في الشارع جتا، اللي هي جراند ثيفت اوتو. بقى ده انت بتلعب بواحد خارج عن القانون وبيضرب نار على الناس في الشارع وبيسرق عربيات وبيجري من البوليس وحاجات شبه كده. الحاجات دي كانت على استحياء والجرافيكس بتاعتها صغيره والواحد عارف انه في جيمز. دلوقتي التطور بقى فظيع جدا لدرجه ان الموضوع بقى بشوف ان اطفال بيلعبوا، بقى شكلهم بيلعبوا حقيقي، يعني هو جزء من اللعبه وشايف حاجات حقيقيه، جرافيكس حقيقيه، كانه بيتفرج على فيلم وهو جزء من الفيلم. الحاجه اللي انا لسه بلعبها لغايه دلوقتي، لما يكون الواحد فاضي ننزل انا واصحابي نروح بلاي ستيشن كده ونلعب كوره ونقعد بقى مين اللي هيشيل. بلاي ستيشن دي متهيألي الرجاله بيلعبوها اكتر من الاطفال. طبعا متهيألي، ما هي في حتى لما تخش على الويب سايتس كده تلاقي في قسم العاب الكبار. صح. البلياردو والبنجو، ترابيزات بلياردو، ترابيزات بنجو، وبلاي ستيشن. وجبات من الكانتين. وجبات من الكانتين اللي مش عايزين تقربونا. بلاي ستيشن من الكانتين اللي مش عايزين تلعبوا معايا. هو دي يعني انا بالنسبه لي لا، ما كنتش بلعب الالعاب اللي انت بتقول عليها دي. انا كانت ايام بقى ما كنت بلعب مثلا نيد فور سبيد، سوبر ماريو، الله الله، الحاجات اللي عارف الخفيفه دي، المنمنمات، برضه مارتل كومبت، الجيل القديم، ايام صخر. ايوه كنت لسه هقول لك كمبيوتر صخر. ايوه كنت لسه بتكلم انا وانت في الموضوع ده من كام يوم، موضوع كمبيوتر صخر ده. فزمان فعلا على ايامنا كانت الجيمز حتى لو فيها شويه عنف برضو كانت يعني نقدر نحتويها، يعني ما كانش فيه تعدي شوية. يعني ما كانش فيه الالعاب دلوقتي بقت داخله، بقينا بنشوف العاب اللي ببجي مثلا. سيبك كمان ببجي فيها حاجه تانية انا اكتشفتها، انا حاولت العب ببجي باي ذا واي عشان اعرف الناس بتعمل ايه يعني.
بس لقيت انه ما عرفتش خالص. وبعدين اكتشفت انه في عالم جوه اللعبه دي بقى كمان، يعني في ستور فيه زي محل مثلا، طبعا محل افتراضي يعني او الكتروني، تدخل تختار اللبس وتختار الاسلحه وتختار كل حاجه برقم، يعني برقم كبير مش رقم بسيط يعني، بفلوس، لا بفلوس. وفي جيمز ثانيه فيها شخصيات، يعني محمد رمضان مثلا في لعبه نزل وعمل شخصيه، وبتشتري شخصيه محمد رمضان وبتدفع فلوس للعبه عشان تلعب بمحمد رمضان وتجيب اللبس بتاع محمد رمضان، ولو عايز تلبسه الفرو بتاع محمد رمضان او السلسله بتاعت محمد رمضان، نظاره محمد رمضان، وتبقى عبد موته وتنزل وبقى وتشيل الحاجات وتعمل نوش في المنطقه. لا شفت الاعلانات الصراحه. شفت الاعلانات. انا حاولت العب ببجي، بصراحه يعني ما استهوتنيش خالص، مع يعني مش عشان هي لعبه حلوه ولا وحشه، يعني انا مش بحكم على حد. يعني انا في وقت كده كنت انا مثلا في اعدادي او ثانوي، كانت في لعبه انتشرت جدا، كان الناس بتنزل نات كافيه اللي هو بيتقال عليه برضو السايبر، فكنا بننزل نلعب اسمها كاونتر سترايك. فاكره انا كاونتر سترايك، فكان بيبقى فيه سي تي واللي هم الكاونتر تيرست والتيرست، الارهابيين وقوات مواجهه الارهابيين، وبتختار الخريطه اللي انت بتلعب فيها دي. كنا بنلعبها الصراحه، كان فيها ضرب برضو وبتحرر الرهائن وما اعرفش ايه، بس في الاخر برضو في عنف. في عنف، بس هقول لك على حاجه، برضو كان الى حد ما الموضوع كان مقبول، لكن دلوقتي فكره ان بقى في جيمز زي ما شفنا فتره فاتت، جيمز بتخلي الاطفال بتديهم زي اوردرز او اوامر بالظبط، يعملوا حاجات يؤذوا نفسهم او يؤذوا عيلتهم، وللاسف شفنا حالات يعني حقيقي. حالات صعبه جدا يعني ادت لمأساويات، كانت صعبه جدا. شفنا، مش عايزه اقول اذكر حتى اسامي، الحوت الازرق مثلا اللي طلع، يعني انا بس ما كنتش حابه اذكر اسم اللعبه عشان في ناس الممنوع مرغوب بتحب تدخل تدور. وفي نقطه كمان فكرتيني بحاجه مهمه يا جمانه، احنا بنتكلم على فكره ان مثلا احيانا بيكون في حاجات في فيلم او في ما اعرفش ايه خارج عن قيمنا، بس في نفس الوقت تلاقي الاب والام اللي بيتخانقوا خناقه ان الفيلم الفلاني ده خارج عن قيمنا وما اعرفش ايه، وابنهم قاعد جنبهم ماسك التليفون بيلعب لعبه فيها كل التفاصيل بقى بجد، وهو الشخص اللي بيلعب اللعبه دي، يعني يعرف واحده، يعرف يروح ما اعرفش فين، يسرق ايه، وده هو ده خارج عن قيمك انت. ممكن يعني تكون فاكر ان ابنك او بنتك قاعدين على التلفزيون بيتفرجوا على الحاجات دي، فانت مش عايزه يتفرج على ده، بس هو بيلعب جيم على التليفون او على التاب، او يا ابني خد خلاص انت عايز بقى تريح دماغك تتفرج على الماتش، او الام عايزه بقى تريح دماغها بعد يوم الشغل، فخد يا حبيبي التليفون، امسك التليفون وعيش حياتك، وانت مش ضابط بقى الحاجات بتاعت الاطفال، وابنك بقى يفتح اليوتيوب وبنتك تفتح اليوتيوب ويفضلوا يتفرجوا على فيديوهات ممكن ما تكونش المحتوى بتاعها يناسب الفئه العمريه، حتى في الدول اللي انت شايف انها ممكن تكون منحله، مع ان الاخلاقيات دي نسبيه. أنا يعني ما عشان بس ما حدش يقول إن أنا بحكم على أخلاقيات، الأخلاقيات نسبية، أخلاقياتك ممكن ما تكونش نفس أخلاقيات جارك اللي في وشك، اللي من نفس الحي ومن نفس المنطقة ومن نفس الأفكار ومن نفس الدين، بس أخلاقياته مختلفة، لأن الأخلاقيات دي بتنتمي إلى كل أسرة بينها وبين نفسها. فتلاقي ابنك بيتفرج على حاجات مثلا في أوروبا والدول المتقدمة هي بتاعت الناس مثلا فوق 13 سنة، بس ابنك أو بنتك عندهم 6 سنين وأنت قاعد مش واخد بالك. دي نقطه مهمه قوي بالتعليمات او بال السيتنجز بتاعت اللعبه او بتاعت يوتيوب او اي حاجه بنستخدمها، فبيبقى في طريقه ان احنا نقدر نحدد بيها او نقفل بيها او نقدر نفتح بيها لسن معين، بيبقى في الخاصيه دي موجوده، بس احنا معظمنا ما بيبقاش على درايه بيها. في كمان تفصيله تانية في لعبه مثلا زي ببجي يا حسام، ان هم بيبقى في اكتر من شخص من دول مختلفه واشخاص حقيقيه بالمناسبه بيتعرفوا على بعض وبيلعبوا مع بعض، برضه ما نعرفش بالظبط بالصوت كمان بيبقوا كأنهم قاعدين مع بعض بالظبط، وبرضه ما نعرفش عنها حاجه. لكن برضو انا مش ضد المنع، لكن برضو يعني عفوا ضد المنع، ولكن برضو مش مع ان انا اسيب ولادي يلعبوا او يتفرجوا على حاجه من غير رقابه. يبقى الموضوع عند الاب والام بالظبط، انت حابب ولادك يكون اخلاقياتهم شكلها عامل ازاي، حابب ولادك يعني انا فاكر مثلا وانا في تانية حضانة في كي جي 2 كانت المدرسة المسؤولة عن الفصل اللي كانت درسنا انجليزي اسمها مسز مراي. مسز مراي قالت لأمي، قالت لها حسام شاطر في المدرسة، ما تخليهوش يتفرج على أفلام فيها عنف وفيها ضرب، وما تخليهوش يلعب ألعاب فيها ضرب. طبعا في الوقت ده كي جي 2 كان قليل قوي، يعني الواحد عنده الأكسس على الكمبيوتر أو الحاجات اللي شبه كده،
بس هنا في الجانب التربوي اللي احنا طول الوقت بنتكلم فيه، فرق ما بين المدرس والمعلم. دي كانت صحيح. معلمه عرفت تكلم الاهل وتاخد بالها من التلميذ بالظبط، فامي ابتدت تنتبه، ولغايه النهارده وانا معدي ال 34 سنه فاكر مسز ميراي ده لما كان عندي 6 سنين قالت ايه لامي. فهي الفكره، انت عايز ولادك يكونوا عاملين ازاي؟ المدرس في المدرسه بيتعامل مع الاطفال ازاي؟ عشان ما نوصلش لمرحله ان دلوقتي الولاد 12 و13 سنه وبينزلوا يتخانقوا في الشارع بسنج ومطاوي ومواس. هي في الاخر الشخصيه بتتكون من كل حاجه حواليها، الاب والام والاخوات والاسره والتلفزيون والسينما والجيمز والسوشيال ميديا واليوتيوب. بالظبط، دي حقيقه فعلا. على اي حال، ده سؤال حلقتنا النهارده. لو لسه بتلعبوا جيمز، كان بقى بلاي ستيشن او العاب الكترونيه على الموبايل، وبتسيبوا ولادكم يلعبوا الالعاب دي ولا لا، او بتتعاملوا معاهم ازاي؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم واللي هنستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. طيب، احنا كنا بنتكلم على فكره الالعاب الالكترونيه وازاي الاهل ياخدوا بالهم من الالعاب او المحتوى الالكتروني اللي الاطفال بتتفرج عليه، وطلبنا من حضراتكم تبعتوا لنا تقولوا لنا عمركم قد ايه، سنك قد ايه او سنك قد ايه، بتلعبوا هذه الالعاب ولا لا، وبتسمحوا لاولادكم يلعبوا بيها ولا ما يلعبوش. فبما ان احنا هنروح طبعا بكل تاكيد للصديقه والزميله العزيزه منى الشرقاوي، ومنا عندها طفلين جمال ربنا يحرسهم، فعايزين ناخد من خبرتك كده يا منا قبل ما تقول لنا احوال الطقس والتفاصيل بقى بتاعت الجو وكده، نعرف منك بعد صباح الخير طبعا. صباح الفل. ايه اخبار البيت وازاي بتتعاملي مع الاولاد؟ انت عندك ولد وبنت. ايوه. في الامور الالكترونيه والالعاب خصوصا. صباح الخير يا حسام، وصباح الخير يا جمانة، صباح الخير على كل مشاهدينا. احنا بيبقى عندنا قصة كده في خناقات الألعاب. أنا جزء مهم جدا من مرتبي بيروح لشحن لعبة روبلوكس. أيوة، أنا سمعت عنها كتير. روبلوكس أنا سمعت عنها خالص. أنا سمعت عنها كتير قوي. واحنا بنلعب عندنا كول اوف ديوتي وبنلعب فورتنايت، يعني عندنا ألعاب الألعاب اللي بنبقى مهتمين بيها. الفئة العمرية بتاعتهم بتختلف، البنوتة الصغيرة بتحاول تقلد أخوها فبتحاول تلعب. الألعاب الجرافيكس يا حسام، أنت بتبقى حاسس أن أنت جوه اللعبة، يعني أنا ببقى قاعدة جنبهم، الانفعالات بتخضني، يعني أنهم بينفعلوا جدا، والصورة كويسة قوي والأصوات كويسة قوي والشات بيبقى مفتوح هو وأصحابهم، فأنا ببقى حاسة إن إحنا كلنا قاعدين في نفس المكان، سواء هو ولادي قاعدين مع أصحابهم أو أصحابهم قاعدين معانا. يعني أنا ببقى قاعدة، لو ما أناش قاعدة معاهم وقاعدة في أوضتي مثلا وسامعاهم، أنا ببقى سامعة كأنهم قاعدين معايا، ببقى هو أنا عندي حد في البيت ولا إيه الحكاية. مش هنقدر نمنع، لكن نقدر نبقى متواجدين، مش هنقدر نقول نحدد وقت، لازم نبقى متواجدين بشكل او باخر وندعي ربنا، ما عندناش حلول تانية، لان مش هينفع الاطفال تبقى يعني بره السياق اللي موجود في كل مكان في العالم. وخلاص احنا بقينا عارفين ان الناس كلها بقت كونكتد او بقت يعني متوصله ببعض عن طريق الانترنت وعن طريق الحاجات اللي هي الشباب والاطفال بيستخدموها، فخلاص ما بقاش في مجال للمنع، لكن في مجال ان احنا نتكلم ونفلتر ونتفق ان احنا دي عنفها زياده، لا دي دمها تقيل، لا دي مش مناسبة، لا دي أختك الصغيرة مش هتبقى قادرة تتابعها، ممكن تسبب لها كوابيس، لأن فعلا بيبقى فيه يعني عنف في كتير من الألعاب. خلينا بقى ناخدكم في جولة سريعة لأحوال الطقس النهاردة. النهاردة هيكون في ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. النهاردة كمان في أتربة في الجو ونشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. درجة الحرارة في القاهرة 18 درجة، أقل درجة حرارة في كاترين 11 درجة، وأعلى درجة حرارة في شلاتين 22 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول لكل الناس اللي ما نزلتش نقول لهم أحوال المرور في شوارع القاهرة وبعض المحافظات. هنبتدي جولتنا ونأكد أن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بتتابع حركة السيارات أعلى المحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية اللي موجودة على الطرق، وطبعاً بيتم مراقبة حركة السيارات بواسطة الكاميرات المراقبة عشان ترصد أي كثافات مرورية في المحاور، وطبعاً بتنتشر الأوناش المرورية علشان ترفع أي معوقات مرورية سواء حوادث أو أعطال. هنبتدي بقى من القاهرة ونبص على الكورنيش.
اللي جاي من ميدان المؤسسة هنلاقي فيه كثافات مرورية بسيطة لغاية ما بنوصل لعبد المنعم رياض. أما طريق الكورنيش بقى للي جاي من المعادي هنلاقي برضو بعض الكثافات المرورية البسيطة عند شارع القصر العيني المتجه لميدان التحرير، كوبري أكتوبر المتجه لمناطق الإسعاف ورمسيس احنا شايفين فيه سيولة مرورية، اللي هيكمل أعلى كوبري لمناطق غمرة والعباسية ومدينة نصر هيلاقي بعض الكثافات المرورية لكنها كثافات متحركة مش هتعمل أي مشاكل أو أي تعطيل. حركة السيارات بقى في محور صلاح سالم المتجه نفق المرغني ومصر الجديدة برضو هنلاقي سيولة مرورية، اللي متجه من الجيزة للناحية التانية إجمالا هيلاقي الأمور طيبة ومعندوش مشاكل. نروح بقى للجيزة، هنبتدي في شوارع الجيزة ومحور 26 يوليو هنلاقي طبعا بعض الكثافات المرورية البسيطة للمتجه لميدان لبنان، اللي جاي بقى من أكتوبر من خلال الطريق الدائري هياخد باله أن محور صفت فيه بعض الكثافات المرورية لغاية إشارة جامعة القاهرة. لو بصينا على شارع الهرم اللي طبعا في الفترة دي هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية خصوصا على أعمال الإصلاحات اللي موجودة وأعمال الحفر اللي موجودة، هنلاقي طبعا الكثافات المرورية بتزيد مع مواعيد الذروة وبتوصل لمنطقة مشعل من شارع العشرين ومن شارع الطلبية، كل ده هنلاقي فيه كثافات مرورية. اللي هيتجه لكوبري الجيزة ولغاية شارع فيصل هيلاقي برضو كثافات مرورية، اللي هيكمل لغاية الطوابق هنلاقي فيه كثافات مرورية، بعدها بقى هنلاقي بعض السيولة المرورية من شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة ولغاية ما بنوصل مناطق بولاق وإمبابة. لو رحنا بقى القليوبية هنشوف الطريق الزراعي للي جاي من القاهرة هنلاقي سيولة مرورية، لكن طبعا بعض الكثافات المرورية هتبتدي من الساعة 5 الفجر كده قبل مطلع الدائري للإخواننا اللي جايين من المحافظات ونازلين القاهرة، فبيبقى عندهم يعني محتاجين يجوا بدري، فهنلاقي من الساعة 5 فجرا وخصوصا كمان عشان في شبورة خفيفة هنلاقي بعض الكثافات المرورية. لو كملنا هنلاقي لغاية ما نوصل لميدان المؤسسة برضو هنلاقي بعض الكثافات البسيطة. لو بصينا بقى للطريق الزراعي المتجه لبنها وكفر شكر هنلاقي حالة من الانتظام المروري والسيولة المرورية للمتجه لمحافظات الدلتا من خلال الطريق الدائري. هنلاقي كمان بعض الكثافات البسيطة قدام اللي جاي من منطقة المرج ومؤسسة الزكاة ولغاية منزل الطريق الزراعي، وبيفضل أو بننصح إنك تسلك طريق شبرا بنها الحر. نروح لأسوان الأكثر سيولة مرورية والأكثر اعتدالاً في الأحوال الجوية، هنبتدي من ميدان السادات وتحديداً كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، هناخد شارع الكورنيش اللي احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة طول ما انت ماشي على الشارع لغاية ما بتوصل لمنطقة الفنادق، في بعض الأحيان بنلاقي تكدسات مرورية خفيفة أو تمركز قليلاً بعدها بنلاقي سيولة مرورية، لكن عادة ده مش بيبقى موجود في الأيام دي. دلوقتي احنا خلصنا كده جولة مبدئية في أحوال المرور والطقس، نروح على طول لحسام والجمانة نبتدي معاهم فقراتنا. اتفضل يا حسام واتفضل يا جمانة. شكرا جزيلا يا من. عفوا. كالعادة بنبدأ مع حضراتكم صباح الخير يا مصر بالأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن بدء تكون بالأخبار وبأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاستمرار في جهود تطوير قطاع الشركات قطاع الأعمال، أيضا وجه وزارة الاتصالات بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتلقى سيادة اتصال من رئيسة المفوضية الأوروبية وتم بحث تعزيز التعاون المشترك، أيضا القوات المسلحة أعلنت قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية. كمان من الأخبار اللي موجودة معنا النهاردة اختتام فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مرجان 17 وانطلاق فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي أمون 22. كمان الحكومة نفت توجيه تكافل وكرامة لغير مستحقي بسبب أخطاء في قواعد البيانات أو كما قالت الإشاعة. وأيضا هناك خبر آخر، رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي لمشروع تبطين الترع وأنظمة الري الحديث، وعدد آخر من الأخبار هنبتديها مع جمان. شكرا حسام، شكرا جزيلا. والبداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واجتماعه أمس لمتابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، ووجه سيادته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية، لأنه ده ليه تأثير ومردود إيجابي على الدولة والمواطنين من الناحية الاقتصادية
والبيئية أيضا الصحية، ويتم العمل بالشراكة مع القطاع الخاص على زيادة محطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية. أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع بالأمس تابع فيه المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجه سيادته بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وفي تطوير قطاع الاتصالات لأنه أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، غير دوره الهام في توفير الخدمات للمواطنين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطط الوزارة للمشاركة في جهود الدولة لبناء الإنسان المصري والمساهمة في خطط الحكومة للتحول الرقمي، فضلاً عن تعظيم قدرات الدولة ومساندة جهود دفع التنمية في مصر. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، فضلاً عن دوره الهام في توفير أفضل الخدمات للمواطنين. كما وجه السيد الرئيس بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل. وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور عمرو طلعت عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز محور بناء الإنسان المصري، والتي شملت سير العملية الدراسية في جامعة مصر المعلوماتية والمنح التي يتم تقديمها في هذا الإطار لأوائل الثانوية العامة للالتحاق بها، فضلاً عن مشروع إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي إطار جهود الحكومة للتحول الرقمي، عرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورات تنفيذ مبادرة مصر الرقمية التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ما يتعلق بإعداد منظومة الامتحانات الرقمية وميكنة المستشفيات الجامعية، فضلاً عن استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة. وفيما يتعلق بجهود تعظيم قدرات الدولة ودفع جهود التنمية، استعرض السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعي إنتاج كل من الحاسبات اللوحية والكابلات الألياف الضوئية، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد وتزويدها بالخدمات البنكية والشهر العقاري. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث عرض السيد هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. كما عرض وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً،
على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية. مازلنا مستمرين مع النشاط الرئاسي. أيضا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى أمس اتصال هاتفي من أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وتمت مناقشة تعزيز التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأكد سيادة الرئيس الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مرجان 17 واللي استمر لعدة أيام في المملكة العربية السعودية، وأظهر ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية. التدريب بيأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية. تمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك مرجان 17 والذي استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية. تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية، وتنفيذ استطلاع تكتيكي ضد الأهداف البحرية، وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية. كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة، والتدريب على أعمال اقتحام المباني والتي أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية. حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية. أيضا انطلقت فعاليات التدريب الجوي المشترك المصري الفرنسي أمون 22 والمستمر لعدة أيام بعدد من القواعد الجوية المصرية وبمشاركة عدد من الطائرات المتطورة مختلفة الطرازات. التدريب يستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في تنفيذ وإدارة العمليات الجوية المشتركة والجاهزية لتنفيذ المهام تحت أي ظروف. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي صدق على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريجي الجامعات الحكومية والخاصة للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة المصرية. أيضا التخصصات المطلوبة بتشمل الطب البشري، الطب البيطري، والحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه في تخصصات العلوم وتخصص حاسبات وتكنولوجيا المعلومات واقتصاد وعلوم سياسية وسينما ومسرح وفنون جميلة وتربية موسيقية وإعلام وصحافة. صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات العليا خريج الجامعات الحكومية والخاصة ذكور للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة دفعة يناير 2022. صرح بذلك مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الكلية الحربية
وسيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 14 فبراير 2022، وسيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت tansiq.mod.gov.eg اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022. أيضا أمس دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ومشروع التحول لأنظمة الري الحديث، وأكد رئيس الوزراء أنه مشروع تأهيل وتبطين الترع بيحقق مكاسب كتير لمنظومة الري وللمزارعين، أيضا بيوفر فرص عمل جديدة للشباب، عشان كده بيتم رفع معدلات الأداء تنفيذا لتكليفات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا المفروض أنه مسافة الترع اللي هيتم إعادة تأهيلها وتبطينها 20,000 كيلومتر، تم بالفعل إعادة تأهيل 4,150 كيلومتر، والآن جاري إعداد حوالي 4,500 كيلومتر، والمفروض أنه هذا المشروع يتم الانتهاء منه في 2024. هذا المشروع مشروع هام جدا، خاصة في ظل قضية تغير المناخ، وأيضا في ظل استضافة مصر لكوب 27 العام هذا العام. يعني هي ملف مهم جدا، ومصر بتتخذ خطوات الحقيقة كبيرة جدا، ده على جانب أو على صعيد ملف التغير المناخي. أما حتى بالنسبة للمزارعين وللفلاحين، فكرة التوزيع العادل للمياه للمزارعين أيضا عشان نقدر نغطي المساحات المزروعة كاملة، فهي مشروع الحقيقة هام جدا، والدولة بتقوم به على قدم وساق. أيضا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى بالأمس بعض من الأخبار اللي تم ترديدها بأن في توجيه لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لغير مستحقيه، وزي ما الإشاعة قالت أن ده بيحصل عشان في أخطاء في قواعد البيانات. مركز تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، وزي ما حضراتكم شايفين في الصورة على الشاشة، وزارة التضامن نفت الكلام وهذه الإشاعة، وكان في تصريح ليها أن في انتظام في صرف برنامج تكافل وكرامة بشكل طبيعي لكل الأسر المستحقة واللي بينطبق عليها الشروط، وأيضا بيتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج. من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار اللي هتحصل بإذن الله النهارده هيكون في عدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية في معرض القاهرة الدولي للكتاب. هيكون في لقاء مع الفنان سمير صبري الساعة 6، وقاعة ضيف الشرف هتستضيف ندوة الاستثمار الرياضي ومستقبل مصر 2030 الساعة 12 الظهر. أيضا هيكون في ندوة عن الهوية وصحافة المستقبل الساعة 6 بالليل. أيضا النهاردة بنك ناصر الاجتماعي هيبدأ صرف معاشات شهر فبراير مع الالتزام طبعا بكافة الإجراءات الاحترازية. النهاردة كمان هتبدأ وزارة التموين صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر فبراير من منافذ صرف السلع التموينية. المياه هتقطع النهاردة في بعض مناطق القاهرة الجديدة من الساعة 10 الصبح ولحد الساعة 10 بالليل بكرة، من 10 الصبح ل 10 بالليل بكرة، فنرجو من الناس أنها تستعد لأنها فترة طويلة شوية، ده بسبب خطة الإحلال والتجديد لخطوط نقل المياه. المياه هتقطع في الحي الثاني والثالث والرابع والخامس والجولف وأرابيلا. المياه كمان هتكون ضعيفة في الأدوار العليا في التجمع الأول بالكامل والرحاب واحد مرة تانية، عشان ده مهم جدا عشان الفترة غير الفترات اللي الناس بتتوقعها في مثل هذه الأمور. المية هتقطع من 10 صباح اليوم ل 10 مساء غدا في الحي الثاني والثالث والرابع والخامس في القاهرة الجديدة، وأيضا أحياء الجولف وأرابيلا. المية هتكون ضعيفة أيضا في مناطق أخرى في الأدوار العليا في التجمع الأول بالكامل والرحاب واحد، فإحنا دورنا أن احنا بننقل هذه الأخبار للسادة المواطنين. نتمنى أن عملية الإحلال والتجديد دي
تأتي أو تأتي بثمارها يعني، والمشاكل اللي بتحصل في قطع المياه في هذه المنطقة تتحل، عشان كده نقدر نصبر هذا اليوم إن شاء الله. طبعا بتبقى فترة صعبة خصوصا في فترات الشتاء، الناس بتبقى محتاجة مياه دافية كتير، لكن إن شاء الله تكون هذه آخر مرة. وعلى صعيد آخر، النهاردة بالليل دار الإفتاء المصرية هتستطلع هلال شهر رجب لعام 1443 هجريا بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية. كل سنة وحضراتكم بألف خير. أهلا وسهلا بحضراتكم، لسه مكملين معاكم صباح الخير يا مصر. وهذه الفقرة هي فقرة من بعض الأخبار اللطيفة الخفيفة الطريفة من خارج الحدود المصرية. وهذا الخبر الصراحة يعني كان لازم الدكتور حامد جوهر اللي يقوله، مش أنا خالص، الدكتور حامد جوهر عالم البحار. الناس اللي من جيلي والجيل اللي أكبر مني هيفتكروا عالم البحار كان على التلفزيون المصري، لأنه خبر بصراحة غريب شويتين وليه علاقة بالكائنات البحرية. فتصدق أو ما تصدقش، هو خبر كده يعني، هو الخبر كده. بيقول إيه الخبر؟ إن في مجموعة من العلماء المتخصصين في عالم البحار والكائنات البحرية، وتخيلوا كده، انسوا صوتي وافتكروا صوت الدكتور حامد جوهر وانتوا بتسمعوا الخبر ده. فمجموعة من العلماء المتخصصين في عالم البحار والكائنات البحرية، مالهم بقى؟ قدروا يوصلوا لأن الأسماك بتتكلم تحت المية، بتتكلم تحت المية. هم بيقولوا كده، أنا ماليش دعوة. يعني هم اللي قالوا إن السمك بيتكلم تحت المية في نفس الموضوعات اللي بيتكلم عنها البشر. العلماء دول قالوا كمان إن الاتصالات الصوتية بين الأسماك اتطورت 33 مرة على الأقل على مدى ملايين السنين. ده الخبر. رأيي أنا الشخصي إن هو مش بيتكلموا، هو في طريقة تخاطب. يعني مثلا الحيتان والدلافين أثبت علميا إن في تردد لموجات صوتية بفريكوانسي معينة أو بترددات معينة بتنتقل بينهم وبين بعض عشان يكون في لغة تخاطب، لكن بيتكلموا دي ما أعرفش، أنا مش هفتي فيها. نفس المواضيع اللي بيتكلموا فيها البشر، نفس المواضيع اللي بيتكلموا فيها البشر تحديدا تحديدا يعني مواضيع. تقول لها أنا امبارح في حوت صاحبي تقدم لي مثلا، فتقول لها لا أنت مالك بالحوت، ما تاخدي القرش ده مسيطر على المنطقة مثلا، جاب لك شوار مثلا، هتسكني فين؟ شوار دي مش تحت، هتروحي الأطلنطي ولا هتروحي تقعدي في الهادي؟ يعني حاجات شبه كده. تقول لها لا البحر الأحمر حلو عند مصر، الجو دفى ما بقاش دفى، مش عارف تتكلم. يعني بيتكلموا في نفس الموضوعات اللي بيتكلموا فيها البشر. أهم حاجة، طب أنا عايز أعرف هم عرفوا إزاي هي نفس الموضوعات اللي بيتكلموا فيها البشر؟ ده بقى علماء بقى. علماء الله. يعني تفتكر بيتكلموا على الكورة؟ طيب بيتكلموا على كأس الأمم الأفريقية ومنتخب مصر؟ أكيد في مجموعة منهم. سمك مصري بيتكلم سمك كاميروني يقول لهم إحنا هنغلبكم الماتش الجاي، قطعناكم بوركينا فاسو 2-0. اوكي، بعدين نروح لخبر تاني، خبر لعشاق السينما بقى، وتحديدا عشاق فيلم سبايدر مان. طبعا استمر فيلم الحركة والمغامرات سبايدر مان نو واي هوم في تصدر ايرادات السينما في امريكا الشمالية خلال الفترة الاخيرة، وحقق الفيلم ايرادات وصلت ل 11 مليون دولار خلال عطلة نهاية الاسبوع. الفيلم بطولة مين؟ فيلم بطولة توم اولاند واندرو غارفيلد وتوبي ماكواير، ومن اخراج جون واتس. نروح لخبر تاني من شرق آسيا، وفي أب مقيم في دولة في شرق آسيا حاول ينتحر، الحمد لله قدروا ينقذوه. ولما سألوا لي كنت عايز تنتحر، قال لهم عشان ابني لسه لحد دلوقتي ما تجوزش ومش عايز يتجوز، وعنده 29 سنة ولسه ما كونش أسرة ولا بيت ومش عايز يسمع كلامي، كل اللي في سنه متجوزين وعندهم أولاد. وقال كمان انه بيشعر بالخجل تجاه ابنه. والحقيقه ان الحادثه دي عملت يعني جدل ونقاشات طويله على منصات السوشيال ميديا. وهنا انا هروح لجمانه. يا جمانه، احنا عندنا بيقولوا للبنات انت سنك كبر وانت لازم تتجوزي عن نفسي. الحمد لله احنا في مصر. ده قافش وراح ينتحر ان ابنه عنده 29 سنه ما اتجوزش، ده يا دوب مخلص جيش اصلا. انا مش عارفه يعني مش عارفه، بس لا ده محتاج تيجي هنا عندنا عادي. 29 سنه ده بدري قوي على فكره، يعني 29 سنة يعني وابنه. لا وأقدم على الانتحار يعني. مش زعلان. لا هو يعني لا. مش واخد على خاطره. يعني لا يعني مش بخصمه. ملقاش بنت الحلال.
ان انا بقى واحد انا هروح انتحر عشان ابني ما اتجوزش. طب مع انه ما اتجوزش مثلا، ما يتجوزش، مش عايزه يتجوز، وانا هشيل همه وهو صغير وهو كبير كمان. هي دي الابهات. ايوه صح. يعني دي كانت مجموعه من الاخبار المختلفه، الاخبار الخفيفه كده من مختلف انحاء العالم. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. لكن قبل ما نروح لفاصل خليني افكركم بسؤال حلقه النهارده. سؤال حلقه النهارده هو الالكترونيك جيمز، هل بتلعبوها ولا لا، او بتسمحوا لاولادكم عفوا يلعبوها ولا لا؟ ده سؤال حلقتنا اللي موجود على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم. فاصل سريع ونرجع على طول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نشوف اخبار الجو والسقعه اللي احنا فيها دي. يعني البرد واصل لداخل الاستوديو، فيعني منا ممكن تقول لنا درجات الحراره داخل الاستوديو؟ دي خارج حدود قدراتي، بس النهارده الجو كويس. في الاستوديو ولا بره الاستوديو؟ لا بره الاستوديو. في الاستوديو برد. ده شيء داخلي كده بينا وبين بعض. طيب خلاص، النهارده الجو افضل بكتير الحمد لله. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة يكون في ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، والطقس يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ويكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال وجنوب الصعيد. بليل الجو هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، بيوصل لحد الصقيع على وسط سيناء. النهاردة كمان هيكون في أتربة عالقة في الجو، وهيكون في نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، وممكن تكون الرياح دي مثيرة للأتربة على السواحل الشمالية والغربية. خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 18 والصغرى 10، الإسكندرية 18-10، مطروح 17-10، سيوة 17-5، بورسعيد 17-10، دمياط 16-6، الإسماعيلية 19-9، والسويس 19-10. العريش العظمى فيها 17 والصغرى 8، كاترين 11-1، وده أفضل بكتير من امبارح. طابة 17-10، شرم الشيخ 19-13، الغردقة 20-12، الفيوم 18-7، بني سويف 18-7، والمنيا 18-6. أسيوط العظمى فيها 19 والصغرى 6، سوهاج 20-7، قنا 17-6، الأقصر 20-7، أسوان 20-7، الوادي الجديد 20-6، شلاتين 22-12، أما حلايب العظمى فيها 20 والصغرى 13. نرجع دلوقتي لحسام والجمانة نكمل كلامنا. الجو النهاردة أفضل، ما نتوقعش فرق كبير في الدرجات، لكن أدفى من امبارح. أدفى من امبارح يا حسام قبل ما تسأل. الحمد لله. حصل. شكرا جزيلا يا مصر. نهارك سعيد حبيبي. خلينا نرجع مع حضراتكم مره ثانيه لمعرض الكتاب، معرض القاهره طبعا الدولي للكتاب. اليومين اللي فاتوا كان في اقبال كبير جدا من الجمهور على جناح سور اسبكيه معرض الكتاب، واللي بيحتوي على كتب نادره وصحف ومجلات واسعاره في متناول الجميع. سور الأزبكيه ما كانش متواجد في المعرض بيفشل طبعا، ده سور الأزبكيه اساسي في المعرض بقى لنا كام سنه. فمشاركين السنه دي حوالي 47 مكتبه، مين بيحكوا روايات وقصص وحاجات اطفال وكتب تاريخ وكتب علم نفس وسياسه وكل حاجه، كل حاجه لازم تكون متواجدين عندنا. يعني سور الأزبكيه هو ملتقى المثقفين، والعرض فيه بيبقى نسبه الاقبال عليه بتبقى كبيره جدا، واحنا هنا طبعا اسعارنا رخيصه جدا طبعا، فالاقبال عندنا بيكون كويس جدا. ومن عوامل نجاح معرض الكتاب، من اساسيات نجاح معرض الكتاب سور الأزبكيه. فالحمد لله هنا عندنا اقبال كويس جدا، والتنظيم هنا ممتاز للامانه. يعني معرض الكتاب متعود ان انا ازوره كل سنه، يعني بنلاقي فيه حاجات يعني اسعار كويسه، وفي بنلاقي فيه حاجات مش موجوده مش لاقيهاش بره، خاصه المراجع، سواء مراجع علميه او مراجع دينيه، واسعارها ما تقارنش باللي بره خالص. يعني صراحه سور الأزبكيه في كتب كتير وكتب متنوعه، وانا اصلا بحب كتب علم النفس، وصراحه يعني لقيتها في القسم بتاع سور الأزبكيه كتيره، يعني فيها كتب في مختلف المجالات. الكتب هنا متنوعه، في كميه معلومات جامده للاولاد اول ما خلصوا الامتحانات عايزين يجوا يتفرجوا يشوفوا الجو الحلو اللي عندنا في مصر.
كتب حلوة، معلومات كتيرة. معرض الكتاب السنة دي اختار الكاتب الكبير الراحل يحيى حقي كشخصية للمعرض، ويظهر وهو قاعد من خلال تقنية الهولوجرام عشان يرد بصوته على أسئلة جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، وده هتلاقوه في قاعة العرض الرئيسية. وطبعا التقنية دي هتخلي في ناس كتير يحبوا ويروحوا ويشوفوا المعرض، عشان كده احنا بنحاول ننقلها لحضراتكم. أنا سعيدة جدا إن الهيئة العامة للكتاب ووزارة الثقافة والدولة يعني كرمت الأستاذ يحيى حقي في إنه يكون شخصية هذا العام في معرض الكتاب، وده يرجع إن يحيى حقي كان من أهم الرواد اللي كانوا بيحضروا معرض الكتاب كل عام، وكان دايما بيكون له محاضرة ويتحدث مع الجمهور، وكان بيفيه تلاقي ومحبة ورؤية ثقافية متعددة وأحاديث من القلب وتعريف وجه آخر للأستاذ يحيى حقي. فأنا الحقيقة النهاردة تذكرت ده، إن أنا بأحيي ذكراه لأنه هو عايش في وجداننا لحد النهاردة، وكمان كتاباته مهمة جدا، معاصرة كأنها كتبت الآن كاللغة التلفزيونية حصريا، لأن ما فيش اغتراب خالص في كتاباته. فلذلك أنا بعتقد أن هؤلاء الرواد أمثال أستاذنا يحيى حقي، الأستاذ توفيق الحكيم والدكتور والأستاذ نجيب محفوظ، معاصرين لحياتنا العصرية النهاردة، وكتاباتهم يقدر الشباب والمهتم بالقراءة أنه يتعرف ويقرأ أفكارهم لها متجددة ولها أطياف المشاعر والأحاسيس اللي احنا محتاجين لها في حياتنا. طبعا أنا سعيد جدا أن تبقى شخصية الأستاذ يحيى حقي هي شخصية معرض هذا العام، وأنا بشكر دكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والمعرض بصفة عامة لاختيار الأستاذ يحيى حقي لمعرض هذا العام. الأستاذ يحيى حقي لأنه غاص في المجتمع المصري من خلال رحلته بقى إلى الصعيد ثم إلى خارج مصر في عدد من زي مثلا راح جدة، روما، باريس، استطاع ان هو ينقل ثقافات هذه البلاد وفعلا يهضمها هضما جيدا جدا، ثم استوعب الادب العربي كله تاريخه. طبعا الكاتب الكبير يحيى حقي من اهم الكتاب والروائيين المصريين، وايضا رائد من رواد القصة القصيرة، طبعا من اشهر رواياته كمان كان قنديل ام هشام اللي تحول بعد كده لفيلم. يا حسام انا عارفه انت بتحب الفيلم. فيلم عظيم، هي قصة عظيمة طبعا. يعني الفيلم اتعمل حلو جدا طبعا، بس تبقى القصة عظيمة يعني، واظن تنفعنا اليومين دول في فكرة الوصفات اللي بتطلع. صحيح. والناس تروح تتعالج عند ما اعرف مين وابصر ايه، وخد اللبخة الفلانية، طب خد مجموعة الكورونا الدواء، كل الحاجات اللي الناس بتضحك بيها على بعض وممكن الناس تصدقها تؤدي لكوارث. تؤدي لكوارث بالزبط. صحيح. طيب خلينا ننتقل مع حضراتكم لموضوع اخر، واوروبا بتعاني بشكل كبير من التغيرات المناخية، وبقى في طقس شتوي قاسي جدا وعواصف ثلجية بتحصل على فترات متقاربة. دلوقتي موجود عاصفة ثلجية في شمال أوروبا أثرت على حركة التنقل وحياة المواطنين، وبالفعل تضرر عدد كبير من المنازل. تتعرض بعض الدول الأوروبية لعواصف ثلجية جديدة أثرت على حركة التنقل وحياة المواطنين، حيث حذرت السلطات التشيكية من الخروج في الشوارع بسبب الرياح القوية، وتوقعت أن تتسبب العاصفة في أضرار كبيرة بما في ذلك مضاعفات النقل وتوزيع الطاقة. وتستعد الدنمارك بتجهيز 10,000 عامل لمواجهة أي نوع من الطوارئ، وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تم تعليق جميع حركة القطارات الإقليمية تقريباً، كما أن جسر أورسوند الذي يربط الدنمارك بالسويد تم إغلاقه بسبب العاصفة.
وتضررت مناطق في جنوب السويد بشدة جراء العاصفة، وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل هناك، بينما ألغت عبارات متجهة إلى جزيرة جوتلاند رحلاتها في بحر البلطيق بسبب الرياح العاتية. ولحقت أضرار جسيمة في المنازل والسيارات والقوارب في النرويج، فيما تسبب تساقط السلوك بكثافة في جميع أنحاء فنلندا في وقوع حوادث طرق وتعطيل حركة الحافلات والقطارات في أجزاء من البلاد. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، الآن موجز إخباري جديد مع منى الشراوي، إليك منى. شكراً ليك حسام. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلاً بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة، وأيضا استمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مشيدة برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا، وذلك بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث عرض الوزير مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله هذا المشروع الحيوي من أهمية كبيرة. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع. وأوضح مدبولي أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الري في الدولة بصفة عامة وللمزارعين بصفة خاصة، وذلك تنفيذا لتكلفة الرئيس السيسي بهدف العمل على وصول المياه لنهاية الترع وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي. وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون وزيلينسكي سيبحثان النشاط العدواني الروسي المستمر، إضافة إلى الدعم الاستراتيجي البريطاني لأوكرانيا. تأتي الزيارة بعد يوم من إعلان الخارجية البريطانية أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد يرمي إلى تجديد حزمة العقوبات التي يمكن للندن أن تفرضها على موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1891 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358,165 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 31 حالة جديدة. ختام موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم من جديد، رجعنا لكم لسه مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر مستمره مع حضراتكم لغايه الساعه 10 صباحا. سؤال حلقتنا النهارده كان عن الالعاب الالكترونيه، هل لسه بتلعبوها لحد دلوقتي؟ وللي عنده اولاد بتسمحوا لاولادكم يلعبوها ولا لا؟ جات لنا بعض الاجابات. في اسلام مجدي بيقول صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها، صباح الخير عليك يا اسلام، بيقول انه الالعاب كلها سيئه جدا لانهم بيلعبوا مع ناس اكبر من سنهم وبيقولوا الفاظ خارجه، وطبعا لو طفل بيلعب بيتعلم الالفاظ دي، ويا ريت يلغوا الالعاب دي نهائي. في مصري حر بيقول اصبح اللعب ادمان بس يمكن افضل ما يخرج للشارع. دي بعض من الاجابات. في اجابات تانية زي اسلام مجدي قال صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها، الالعاب سيئه جدا لانهم بيلعبوا مع ناس اكبر من سنهم وبيقولوا شتايم والفاظ خارجه، وطبعا لو الطفل بيلعب بيتعلم الالفاظ دي، ويا ريت يلغوا الالعاب دي نهائيا. في ايضا حمدي مصطفى بيقول صباح الخير برنامج بلدي، صباح الخير والازدهار يا مصر، بس انا شايف ان الكبار بيتقاسموا هذا الرقم مع الصغار، الرقم اللي كنا قلناه لحضراتكم اللي هو 2 مليار لاعب او 2 مليار شخص بيلعبوا هذه الالعاب الالكترونيه. مركز معلومات مجلس الوزراء عمل تقرير معلوماتي عن هذه الالعاب الالكترونيه ومراحل تطور الالعاب دي وعدد اللعيبه على مستوى العالم، وايضا ايرادات الالعاب الالكترونيه ومخاطرها والاجراءات اللي بتتبناها الدول لمواجهه خطر ادمان هذه الالعاب. والحقيقه ان قرايه التقرير وضحت الكثير من المعلومات اللي ممكن البعض يشوف انها معلومات خطيره، يعني مثلا في اكثر من 2 مليار شخص في عام 2020 مارسوا هذه الالعاب على مستوى العالم، ومن المتوقع ان العدد هيزيد في سنة 2023 لأكثر من 3 مليار شخص. أرقام ضخمة جدا جدا. إحنا معانا دلوقتي الدكتور أحمد سلمان أستاذ مساعد الشبكات والاتصالات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون بفيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية. صباح الخير يا دكتور، وأظن عندك مساء الخير، مظبوط؟ مظبوط. صباح الخير أستاذ حسين، صباح الخير أستاذ جمانة. الرقم ضخم، لكن ما نقدرش نقرا الرقم ده ان هو خطر او غير خطر، لان بتتفاوت خطورة الالعاب وتأثيرها على البشر او على لاعبي هذه الالعاب. فعايز اعرف من حضرتك رؤيتك في البداية لهذا الامر، هل انتشار الالعاب الالكترونية شيء طبيعي لان الالعاب بتتطور من العاب كانت موجودة قبل كده زي مثلا البلياردو، البينج بونج، الالعاب الرياضية، ده شيء طبيعي تطور التكنولوجي، ولا هناك شكل من أشكال الخطورة بممارسة هذه الألعاب في رأي حضرتك؟ هو الألعاب الإلكترونية موجودة من زمان، يعني الألعاب الإلكترونية موجودة من الثمانينات، من أيام ما كنا الأتاري أشهر حاجة كانت موجودة تقريباً،
وفي ألعاب كتير إلكترونية، وبدأت تتطور مع تطور الكمبيوترات نفسها، وبدأ يبقى في أجهزة خاصة للألعاب من أيام الجيم بوي والجيم بير، وبعد كده تطورت للنينتندو والأجهزة زي إكس بوكس والبلاي ستيشن. كل الحاجات دي يعني التطور بتاعها أخذ وقته. عدد الناس أو عدد اللعيبة أو عدد الاهتمام بالألعاب الإلكترونية في كل مثلاً الأربعين سنة اللي فاتوا ما كانش زي آخر 5 سنين. في آخر 5 سنين حصلت طفرة فظيعة في سوق الألعاب الإلكترونية، وبقت صناعة مستقلة، لأن بقى فيها كمية فلوس بتوصل للصناعة دي، يعني بيتقال إن هو سوق ب 200 مليار دولار. يعني السوق ده فيه 200 مليار دولار. لأن الموضوع بس مش شوية ناس عمالة بتلعب ألعاب، لا، ده في دلوقتي مسابقات، في اللجنة الأولمبية بدأت تفكر إن هي تدخل الألعاب الإلكترونية كجزء من الأولمبيات، وفعلا دخلت ده في الأولمبيات اللي فاتوا في حاجة موازية للأولمبيات الصيفية أو دورة الألعاب بتاعت طوكيو، بحاجة اسمها اللي هي الألعاب اللي سلسلة الألعاب الافتراضية، ودخلوا 5 ألعاب عشان يبدأوا يجذبوا ده، لأن في صناعة اللي هي اللي بيسموها الإي سبورتس أو الإلكترونيك سبورتس أو الألعاب الرياضات الإلكترونية، بدأ دلوقتي يبقى ليها فرق، والفرق دي بتشتغل بنظام زي فرق الكورة العالمية، بيبقى ليهم نظام غذائي، نظام نوم، نظام تدريب على الألعاب، بتوصل لخمسين ساعة أو أكتر في الأسبوع إن هو يقدروا يلعبوا، وبيبدأوا يخشوا منافسات عالمية، والمنافسات دي بتوصل مجموعة جوائز 25 مليون دولار في المسابقة الواحدة. فالموضوع بقى كبير جدا، بقى يعني دخل في حتت كتير وأجزاء كتير قوي. طيب دكتور سلمان، يعني بعد التحية، إحنا دلوقتي أمام سيناريوهين الحقيقة. حضرتك تحدثت عن إنه الألعاب الإلكترونية يعني مش سيئة للدرجة اللي ممكن يكون الناس عندها تخوف منها، بالعكس إنه في بعض الدول دلوقتي بتحاول إنها تستفيد منها وتدرجها زي ما حضرتك قلت إن ليها بطولات وبتحقق ربح. طيب إحنا أمام سيناريوهين يا فندم، يعني كوريا الجنوبية مثلا شايفة إنه الأطفال أقل من 16 سنة في قانون يمنع الأطفال أقل من 16 سنة إن هم يلعبوا هذه الألعاب مثلا بعد منتصف الليل، وبتحاول تقنن الألعاب الإلكترونية على قد ما تقدر. وفي سيناريو آخر أو في مثال آخر وهو الولايات المتحدة اللي شايفة إنه هذه الألعاب ما فيش منها أي ضرر. مظبوط كلام حضرتك، مظبوط إن فعلا في بعض الدول بتبقى متشددة جدا في الناحية دي، وفي بعض الدول متساهلة بيبص لها بنظرة رأسمالية، وفي ناس بتبص لها بنظرة المجتمعية وازاي الاهتمام بالمجتمع أكتر والمبادئ بتاعتهم وحاجات زي كده. بس تعال نقول لحضرتك يعني، أو نقول للناس إن الألعاب الإلكترونية زي أي حاجة ليها مميزات وليها عيوب. إيه المميزات اللي هي ممكن تكون موجودة؟ في دراسات مثلا اتعملت إن الألعاب الثلاثية الأبعاد في سن معين والنشء وهو بيكبر بتزود مدى الذاكرة، حجم الذاكرة، ودي دراسة كانت عمل في جامعة كاليفورنيا في 2013. في دراسة تانية كانت عملت في جامعة أكسفورد إن الناس اللي بتيجي في حوادث السيارات اللي بيدولهم ألعاب إلكترونية زي التاتريز اللي هي اللي فيها اللي بيجمع صفوف، لعبة شهيرة جدا يعني، بتقلل من الـ يعني الـ الضرر اللي حصل لهم نفسيا. ففي حاجات بتبقى كويس. ايه الحاجات السلبيه؟ في سلبيات كتير طبعا ما نقدرش ننكر، يعني مثلا بيبقى في تنمر، لان معظم الالعاب دلوقتي فيها تشات وبيبقى في تنمر فظيع، لدرجه ان في ناس بتقول يعني اما اتعمل دراسه من منصه اسمها يونيتي، ويونيتي دي هي يعني
محرك العاب بيتبنى بيه تقريبا 50% من الالعاب اللي موجوده دلوقتي، سواء على الموبايل او على الكمبيوترات او على منصات كتير. عملت الدراسه لقت ان 7 من كل 10 بيلعبوا بيقولوا ان هم تعرضوا لتنمر فظيع. 7 من كل 10، نص العدد ده ساب اللعب خالص. في حاجات اخطر من كده، في لعبه مثلا زي اللي هي جي تي اي اللي هي جراند ثيفت اوتو، حصل من اسبوع بالظبط هنا في امريكا في اريزونا ان في واحده اتقبض عليها ومعاها 60 كيلو جرام من مخدرات في عربيتها، مهرباها من المكسيك لانها اتعرفت على واحد من المهربين بتوع من المكسيك، واقنعها ان هي تاخد المخدرات من على الحدود وتوديها لامريكا. غير طبعا اللي هو الناس بتوع داعش اللي كانوا بيقدروا ان هم يعملوا ريكروتينج او هم يشوفوا ناس تنضم ليهم عن طريق لعب زي كول اوف ديوتي وحاجات والعاب ثانيه. دكتور اللي سلمان، حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا جدا. في جناح تحديدا في الولايات المتحده الامريكيه له رايه، وفي الاغلب الظن بيكون تابع للحزب الديمقراطي، شايف وعنده بعض من الاستنادات العلمية بيقول إن هذه الألعاب اللي فيها استخدام أسلحة بيزيد من العنف في شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً إن في التراخيص لحمل السلاح لكل المواطنين في دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية، فدولة فيها الناس تقدر تشيل سلاح زي ما هي عايزة، في نفس الوقت ما فيهاش رقابة على الألعاب العنيفة اللي بيكون فيها شباب زي جي تي اي جراند ثيفت أوتو والعديد من الألعاب الأخرى الناس فيها بتستخدم سلاح، فده بيزود العنف، وده اللي خلانا نشوف في الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الحوادث، إن في شباب ومراهقين بيدخلوا على مدارس أو مولات تجارية وبينفذوا فعلا حاجات أشبه باللي بيمارسوها في هذه الألعاب. مظبوط، ويعني هو في دراسات طبعا كانت طالعه كانت بتقول ان يعني ما فيش علاقه واضحه ما بين الاثنين دول علميه، لكن في الواقع وفي الحقيقه يعني في حاجات وفي ادله بتقول ان في حاجات عكس كده. مثلا الشخص اللي كان موجود في نيوزيلندا اللي دخل في جامع كذا جامع بمدفع وكان معاه كاميرا وبيصور بنفس طريقه الالعاب بتاعه الفيديو جيمز وبيتكلم بنفس الطريقه وكل الخطوات وعامل بس حي زي بتوع الالعاب وبيغير السلاح وبيعمل كل حاجه بنظام العاب اللي هي حتى التصوير كان شبه نفس التصوير اللي بيبقى في الجيمز. اي بالظبط بالظبط، نفس التصوير وبنفس الطريقه، العرض اللي كان محطوط كان يعني كان حاجه فظيعه وحاجه مرعبه، يعني ان هي ان حاجه زي كده اتاخدت واتعملت بالمنظر ده، خصوصا ان احنا داخلين على الزمن بقى بتاع الواقع الافتراضي، وان مش بس الواقع الافتراضي اللي هو الحقيقه الافتراضيه اللي هو يبقى الجزء قدامي حي وجزء من الفيديو جيم. طيب دكتور سلمان، يعني انا اسفه طبعا لمقاطعه حضرتك، لكن يعني عشان برضو نقدر نوصل للساده المشاهدين، يعني زي ما حضرتك قلت هذه الالعاب هي العاب، هي سلاح ذو حدين، يمكن الاستفاده منها ويمكن ان تشكل خطر في نفس الوقت، ازاي نقدر نواجه يا فندم سلبيات هذه الالعاب؟ في شركات مثلا دلوقتي بدات ان هي تبث يعني كميه فلوس كبيره عشان يقدروا يعملوا ذكاء اصطناعي يقدر ان هو يحدد ايه مثلا الحاجات اللي في التشات بتاعت الالعاب او اللي في الكلام اللي موجود اللي الناس بتتكلمه سواء فويس او كتابه، يقدر ان هو يحلل الكلام ده في الوقت الحي وقت ما هو بيحصل ويطلع اي لاعب او يديله انذار لو الموضوع بسيط او يطرده تماما من على اللعبه اذا في تنمر او في تجاوز غير مقبول. دي حاجة بدأت فعلا والمفروض ان هي في خلال السنتين الجايين هتبقى موجودة في كل الالعاب اللي فيها تشات. الحاجة التانية ان بدأت فعلا شركات زي ابل زي جوجل يعملوا حاجة اللي هي اسمها سكرين تايم، اللي هي انت بتحدد الوقت للطفل بتاعك قد ايه يقدر يلعب، بعد كده الجهاز بيقفل يقول له مش مالكش اكتر من كده، مالكش بعد كده،
لو الكلام ده للكبار بس بيديلهم تقرير، خلي بالك انت قعدت على الالعاب دي او الابليكيشنز دي مده الساعات دي في الاسبوع، الوقت ده يعني يعتبر كبير او زاد عن الاسبوع اللي فات قد ايه. وبالنسبه للاطفال ممكن يقفلوا تماما. ففي خطوات بتعملها الشركات، وطبعا رقابه الاهل مهمه جدا طبعاً. يعني لو بنتكلم على الاطفال طبعا بكل تاكيد. احنا طبعا بنشكر حضرتك دكتور احمد سلمان، استاذ مساعد الشبكات والاتصالات وامن المعلومات بجامعه جيمس ماديسون بالولايات المتحده الامريكيه. بنشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات. وتبقى في الاخر او يبقى في الاخر يعني الحل الوحيد هو الرقابه على اولادنا، واحنا الكبار اللي بنلعب برضو لازم ناخد بالنا ونبقى يقظين جدا، لان احنا شفنا كوارث بتحصل بسبب هذه الالعاب. وحتى اذا كان في قوانين، فالقوانين هي في الاصل هي للتسيير مش للمنع، هي تسير العمل بشكل يناسب المجتمع مش تمنع. هي لان في الاخر ما ممكن حد يمارس هذه الالعاب ويكون عنده من رجاحه العقل او ممكن لا يتاثر وله الحق ان هو يمارس هذه الالعاب، والسيطره عليها صعب جدا لان السيرفرات موجوده في حتت بره مصر، فاحنا مش هتقدر تمنع اللعبه. زي مثلا لما الناس بتقول احنا هنمنع اليوتيوب، اليوتيوب ما هي منصه موجوده على الانترنت، فالناس هتخش تتفرج، لها الحريه انها تتفرج. فهو الاصل في القوانين هو السماح وتقنين الشكل في الممارسه. فاذا كان يجب على أي دولة أو أي أسرة وهي النوال أساسية، فيجب على الأسرة المتابعة عشان تخرج طفل من هذه الأسرة عنده رجاحة عقل، مش يبقى فيه منع في الإطلاق، لكن تقنين إيه اللي ينفع للولد أو إيه اللي ينفع للبنت في هذا السن وإيه اللي ينفعهم في السن اللي بعده. يعني في الآخر الممنوع مرغوب. بالضبط. طيب خلينا ننتقل للزميل العزيز محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر عشان يقول لنا بقى آخر أخبار المرور النهاردة من داخل الإدارة العامة للمرور. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير عليك يا حسام. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بنتابع النهاردة الحالة المرورية من داخل الإدارة العامة لمرور الجيزة لاستعراض الحالة المرورية في شوارع ومحاور الجيزة المختلفة. يمكن النهاردة هيكون في شبورة، لكن هي شبورة خفيفة غير مؤثرة على حركة الطريق، والطريق الوحيد اللي هيكون مغلق هو طريق الواحات البحرية المنيا، وده طبعا للأحوال الجوية. فطبعا بننصح يعني الالتزام بالسرعة المحددة وطبعا السير في الحارات المرورية المخصصة. وبمناسبة ان انتوا كمان كنتوا بتتكلموا عن الألعاب الإلكترونية، فأكيد يعني نلتزم بعدم استخدام التليفون أثناء القيادة طبعا، وعدم استخدام الألعاب الإلكترونية أثناء القيادة، حفاظا طبعا على المواطنين وجميع السائقين على الطرق. خليني أبدأ مع حضراتكم دلوقتي ونشوف أخبار شوارع ومحاور الجيزة. هبدأ مع حضراتكم دلوقتي بأول ميدان معانا، هيكون ميدان الحصري. ميدان الحصري هيكون فيه سيولة مرورية في الاتجاهات المختلفة، سواء الاتجاه يعني الداخل مدينة 6 أكتوبر أو الخارج من مدينة 6 أكتوبر ومتجه ناحية محور 26 يوليو، هيكون فيه سيولة مرورية موجودة في ميدان الحصري. من الانتقال من ميدان الحصري هننتقل إلى ميدان الرماية. ميدان الرماية زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي هيكون فيه سيولة مرورية سواء في هذا الاتجاه وهو المتجه إلى حدائق الأهرام أو طريق الفيوم أو مدينة 6 أكتوبر عن طريق الواحات، أو الاتجاه القادم من طريق الفيوم وحدائق الأهرام و6 أكتوبر متجه إلى شارع الهرم أو فيصل وشوارع الجيزة بشكل عام، هيكون في سيولة مرورية رغم طبعا وجود الأعمال الإنشائية لمترو الأنفاق. من ميدان الرماية هننتقل إلى ميدان النهضة. ميدان النهضة وسط جامعة القاهرة هيكون فيه سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات، سواء الاتجاه المتجه إلى شارع الجيزة وجامعة القاهرة أو الاتجاه الآخر المتجه ناحية كوبري الجامعة، هيكون طبعا في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات. وبالنسبة طبعا القادم من ميدان من نفق الجلاء أو نفق العجوزة، هيكون في طبعا سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات. من ميدان النهضة نتجه إلى ميدان أو كوبري الدقي.
كوبري الدقي هيكون فيه سيولة مرورية موجودة. بالنسبة لهذا الاتجاه هو القادم من جامعة القاهرة وشوارع ميدان الجيزة ومتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية، فهيكون فيه سيولة مرورية. أيضا هذا الاتجاه الآخر المتجه إلى جامعة القاهرة وشارع الجيزة هيكون فيه سيولة مرورية. أسفل كوبري الدقي هيكون شارع التحرير زي ما حضراتكم شايفين، المتجه إلى ميدان الجلاء وكوبري قصر النيل هيكون فيه سيولة مرورية في هذا الاتجاه. وأيضا الاتجاه الآخر القادم من كوبري الجلاء أو ميدان الجلاء وكوبري قصر النيل ومتجه إلى شارع البطل أحمد عبد العزيز أو هيكمل طبعا ناحية شارع السودان هيكون فيه سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة بكوبري الدقي. من كوبري الدقي هننتقل إلى كوبري هام جدا وهو كوبري أكتوبر. دايما في الوقت ده كوبري أكتوبر بيكون فيه سيولة مرورية في جميع الاتجاهات، سواء الاتجاه المتجه إلى وسط البلد أو مدينة نصر أو رمسيس، أو الاتجاه الآخر المتجه إلى العجوزة وجامعة الدول العربية وشارع البطل أحمد عبد العزيز. ودايما بننصح بأنه يتم اتخاذ كوبري أكتوبر بديل لكوبري 15 مايو اللي بيكون عليه كثافة مرورية في أغلب الأوقات. يعني من كوبري أكتوبر ننتقل إلى ميدان الكتكات. ميدان الكتكات من الميادين الحيوية جدا، لكن نخلي بالنا أنه بيكون فيه طبعا أعمال إنشائية لمترو الأنفاق في ميدان الكتكات، لكن رغم وجود الأعمال الإنشائية إلا أن احنا بنلاحظ انسيابية مرورية موجودة، سواء في هذا الاتجاه وهو القادم من كورنيش العجوزة ومتجه إلى الساحل وإمبابة، أو الاتجاه الآخر المتجه إلى كورنيش العجوزة وميدان الجيزة وكوبري 6 أكتوبر، فهيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات الخاصة بميدان الكتكات. من ميدان الكتكات هننتقل إلى ميدان سفنكس. ميدان سفنكس من الميادين الحيوية، لأن احنا يهمنا هنا في ميدان سفنكس كوبري 15 مايو اللي كنت لسه بكلم حضراتكم عليه، أنه دايما بيكون في بعض الكثافات المرورية المتجه من المحور وميدان لبنان ومتجه إلى الزمالك وشوارع الجيزة، فبيكون في كثافة مرورية في هذا الاتجاه. لكن الاتجاه الآخر المتجه إلى محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر بيكون في سيولة مرورية. أسفل كوبري 15 مايو في ميدان سفنكس أيضا هيكون شارع أحمد عرابي في سيولة مرورية زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبة المتجه إلى كوبري عرابي وشارع السودان، أيضا الخارج من شارع أحمد عرابي متجه إلى جامعة الدول العربية هيكون في سيولة مرورية موجودة في جميع الاتجاهات الخاصة بشارع أحمد عرابي. فإذا الكثافة اللي موجودة على كوبري أكتوبر نقدر أن احنا نتفاداها بأن احنا يعني نتخذ كوبري أكتوبر بديل لكوبري 15 مايو بالنسبة للمتجه شوارع الجيزة والقاهرة. آخر ميدان معنا هيكون هو ميدان الجلاء. زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للقادم من شارع التحرير ومتجه إلى كوبري قصر النيل، أو الاتجاه الآخر القادم من كوبري قصر النيل ومتجه إلى شارع التحرير، أو هيكون متجه إلى كورنيش العجوزة، فهيكون في سيولة مرورية موجودة في هذا الاتجاه. بشكل عام في سيولة مرورية بنشهدها في أغلب محاور وشوارع الجيزة باستثناء كوبري 15 مايو الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو متجه إلى منطقة الزمالك أو شوارع القاهرة. الأفضل لي والبديل لي هيكون كوبري 6 أكتوبر. دي كانت متابعتنا للحالة المرورية النهاردة. بنتمنى طبعا السلامة للسادة المواطنين أثناء القيادة. شكرا لحسن متابعتكم، برجع لكم في الاستوديو مرة تانية جومانا وحسام. محمود طبعا بشكرك شكرا جزيلا، ويعني نتمنى إن شاء الله الطرق كده تفضل فيها انسيابية مرورية، وشكرك شكرا جزيلا يا محمود. في مشروع مشترك بين مصر وإيطاليا اسمه المصنع المفتوح. إيه موضوع المصنع المفتوح ده؟ المصنع المفتوح ده مشروع هدفه تطوير صناعة النسيج والصناعات الجلدية في مصر من خلال تدريب عدد من المتخصصين في صناعة النسيج والجلود وإعطاء منح للعمالة الماهرة لبدء مشروعهم الخاص بتمويل من الاتحاد الأوروبي وعدد من المؤسسات الإيطالية. تفاصيل المشروع وإزاي الناس اللي حابة تنضم إلى هذا المشروع والتدريب هنعرفها من الدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا والمدير الإقليمي للكونفدرالية الإيطالية. صباح الخير يا فندم دكتور عيسى، وأهلا بيك على صباح الخير يا مصر. صباح الخير. صباح الخير أستاذ حسام. صباح الخير أستاذة جوانا، أهلا بحضرتكم. صباح النور. طيب بدءا ذي بدء حابين من حضرتك تشرح للسادة المشاهدين هذا المشروع وكيفية الانضمام ليه.
طبعا اختيار مشروع مهم جدا في صناعتين مهمتين من اهم الصناعات الموجوده عندنا في مصر. يعني ده جه لانه طبعا عاوزين يكون لينا دور فعال في قبل كل شيء رفع الدخل القومي للدوله وخفض نسبه كبيره جدا من العماله، نظرا طبعا لان القطاعين سواء قطاع البنود او قطاع النسيج في مصر من اهم الصناعات الداعمه للاقتصاد المصري، وحرص الدوله المصريه على رفع يعني وخفض العدد من البطاله، فاحنا فكرنا ان احنا نختار القطاعين دول لانهم من القطاعات فعلا الواعده اللي ليها يعني هيكون ان شاء الله عدد كبير جدا انتسب لينا في المشروع. عندنا شركاء مهمين جدا في المشروع هي كليه الحاسبات لجامعه القاهره، مركز البحوث القومي في القطاع اللي هو النسيج وقطاع الجلود اللي خاص باتحاد الصناعات المصريه، ده بجانب طبعا الجانب الاجنبي الحاله دي اللي هو طبعا احنا كايطاليا. طيب دكتور عيسى، يعني لو تطلعنا يا فندم عن على الاهداف اللي بيشملها وجه التعاون بين البلدين في هذه التخصصات، يعني لو كلمنا عن صناعة النسيج والصناعة الجلدية في مصر، في مصر حقيقة من أهم الصناعات المصرية والحقيقة كمان جودة عالية، ولو تكلمنا على الجانب الإيطالي فهو الموضة وأيضا الجودة. فعلا احنا لما نيجي حضرتك قلت نقطة مهمة جدا، ان احنا لما نيجي نشوف العمالة المصرية على فكرة عمالة ماهرة جدا. صحيح. يعني في الزيارة الأخيرة اللي احنا قمنا بيها فشفنا يعني فعلا ابداع من الشباب المصري اللي هو شارك في المشروع، خاصة لما نيجي نضيف اليه كمان يعني الميد ان ايطالي، الفاشن الايطالي، كمان الموضة الايطالية او خط الموضة الايطالية. الموضة الايطالية مظبوط حضرتك، يعني الموضة الايطالية مشهورة جدا ومطلوبة جدا، وعلى فكرة الجودة احنا بنحاول ننقل الجودة الايطالية من خلال تقنيات حديثة تم من خلال دراسات وتدريبات لعدد من شيوخ المهنه، طبعا بيجوا بيتدربوا بعد كده الشيوخ دول يعني بينتشروا في الاماكن اللي هي فيها صناعه نسيج وصناعه جلود في مصر. عاوز برضه اضيف شيء، ان احنا يهمنا جدا ان يكون المنتج صديق للبيئه. طبعا انت عارفين مصر على صدى يعني انها طبعا مؤتمر المناخ اللي هيتم عندكم ان شاء الله، فمهم جدا اي منتج يكون صديق للبيئه، يكون ايضا يعني تطويره او انتاجه نفسه يكون من منتجات طبيعيه، الوان طبيعيه، اعاده تطويره مره اخرى واستخدامه مره اخرى، فده الانظمه اللي احنا بنحاول ننقلها في المرحله اللي احنا بننافس فيها مشروع مصر ان شاء الله. طيب دكتور عيسى، لو في حد بيتفرج علينا دلوقتي من المصريين العاملين في صناعه النسيج او في الجلود وحابب يكون ليه نصيب من التدريب، يعني هو عنده البيزنس بتاعه او الورشه بتاعته في مصر او المصنع الصغير بتاعه في مصر وعايز يتدرب هو والعمال اللي شغالين معاه، يعمل ايه؟ يتواصل حضرتك مع اتحاد الصناعات المصريه مع القطاعين اللي حضرتك اشرت اليهم، هيتم يعني جلبه لان هو يشارك في المشروع. المشروعين مهم، عاوز اقول ان يهم جدا ان احنا يعني نكون عماله ماهره، بالعكس عايز اقول المشروع ايضا قلت حضرتك برضو ان هندي منح لامهر شباب واحسن ابتكار منهم، هيتم ايضا مساعدتهم ان نقوم بالمنحه التسويقيه سواء كانت محليه او سواء كانت على مستوى ايطاليا. عندنا هنقوم بعمل معارض لعرض المنتجات الخاصه بهم، هنقوم بمدهم باحدث التقنيات اللي تخلي المنتج بتاعهم يطابق للمواصفات العالميه الاوروبيه اللي هو من خلالها نستورد هذا المنتج، عشان يعني نستورد منتج في مواصفات طبعا اوروبيه بتطبق على اي منتجات، فاحنا دي اللي هنوصلهم اليها بحيث ان هم يكون عندهم فعلا الكفاءه ان هم ينتجوا هذا المنتج بالمواصفات. طبعا دكتور عيسى اسكندر نشكر حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل هذه المعلومات والايضاحات. دكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا والمدير الاقليمي للكونفدراليه الايطاليه، نشكرك يا فندم جزيل الشكر. فاصل قصير حضرات الساده المشاهدين وهنرجع لحضراتكم على طول نكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر. اهلا
اهلا بيكم. دلوقتي معادنا مع جوله مع اهم الاخبار المحليه والعالميه. والجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده كارلوس كيروش وضع بالتنسيق مع الجهاز الطبي برنامج لمحمد ابو جبل حارس المنتخب عشان يكون موجود في حراسه مرمى المنتخب يوم الخميس الجاي قدام الكاميرون، وده في مباراه دور قبل النهائي لبطوله كاس الامم الافريقيه. المسؤولين في منتخب مصر كشفوا ان ابو جبل جاهز لحراسه مرمى المنتخب قدام الكاميرون وبيبذل مجهود قوي في التدريبات والالتزام بالبرنامج اللي اتحط له عشان يلحق بالمباراة بصورة طبيعية. ألف سلامة عليه. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف امتدح منتخب مصر الوطني بعد عبور المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا بنتيجة 2-1. الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم نشر على تويتر فيديو لتصدي أبو جبل للكرة وعلق وقال: هي أشياء تتوارث عبر الأجيال وروح الفراعنة ليس لها مثيل. من ناحية تانية أكد الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن منتخب المغرب حيعود أقوى من أي وقت تاني، وده بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا. ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي صورة لأشرف حكيمي وياسين بونو وعلق عليهم وقال: فريق ذو مستقبل مشرق، جانب به الكثير من المواهب، أمة ذات روح قتالية فريدة. ومنتخب السنغال بيدخل مواجهة بوركينا فاسو وهو كامل العدد في المباراة المرتقبة اللي هتجمع بين المنتخبين يوم الأربعاء الجاي ضمن منافسات الدور نصف نهائي ببطولة كأس أمم أفريقيا، وده بعد ظهور نتائج المساحات اللي عملها اللاعبين عشان يتأكدوا من عدم إصابتهم بفيروس كورونا. منتخب كندا خلاص بقى على بعد خطوات جديدة من حسم التأهل لكأس العالم 2022 بعد فوزه على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 2-0. المنتخب الكندي عزز صدارته للمجموعة في تصفيات كأس العالم بتاعت أمريكا الشمالية. نادي إيفرتون الإنجليزي أعلن بشكل رسمي تعيين المدرب فرانك لامبرد مدير فني جديد للفريق لمدة موسمين ونص. ونشر إيفرتون بيان على تويتر قال فيه: أوافق لاعب خط الوسط الإنجليزي السابق على عقد مدته سنتين ونص ولغاية شهر يونيو 2024. هيتولى مسؤولية الفريق الأول لمباراة الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي قدام برينتفورد في جودسون بارك يوم السبت 5 فبراير. أخبارنا الرياضية لسه يعني خلصت معانا، لكن لسه عندنا فقرات تانية كتير هنتكلم فيها. نرجع لحسام وجمانة نشوف مجهزين لنا إيه تاني. تفضل يا حسام. تفضل يا جمانة. شكرا جزيلا يا منى. طيب خلينا نروح مع حضراتكم لحقيقة لملف هام جدا. ملف الإسكان في مصر بيشهد طفرة كبيرة جدا، ومن أهم المشروعات اللي بيتم إنشائها دلوقتي هو مشروع كبير جدا بيتم إنشاؤه في الإسكندرية، هو مشروع ثواري، واللي بيعتبر أحد المشروعات السكنية والتموية اللي بتستهدف تطوير المخطط العام لمدينة الإسكندرية. إيه هو هذا المشروع؟ إيه الهدف منه؟ عدد الوحدات السكنية؟ خلينا نعرف كل التفاصيل من المهندس أحمد إبراهيم المشرف على التجمع العمراني صواري. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذه جمانة، صباح الخير يا استاذ حسام، صباح الخير عليكم وعلى كل اهل مصر. صباح الخير. اهلا بحضرتك يا فندم. طيب لو نطلق الساده المشاهدين يا فندم، مشروع الصواري هو مساحته تقريبا قد ايه؟ ايه الهدف منه وموقعه؟ يعني لو تطلعنا على بعض التفاصيل يا فندم. تمام يا فندم. مشروع التجمع العمراني غرب كارفور او المسمى صواري، المشروع دوت على مساحه 419 فدان في مدينه الاسكندريه، في مدخل مدينه الاسكندريه، وده له محورين، مقسوم لمحورين كبار. اول محور بتنفذه هيئه المجتمعات العمرانيه على مساحه حوالي 120 فدان، بننفذ مشروع عمارات سكنيه 64 برج سكني بعدد وحدات حوالي 3068 وحده، والمشروع دوت وصلنا في نسبه الانجاز بتاعته تقريبا لحوالي 50%. وعندنا مشروع الفيلات على مساحه حوالي 60 فدان تقريبا هو كمان، ودول 310 فيلا، ووصلنا لنسبة الإنجاز بتاعتهم حوالي 25%. المحور دوت على مساحة من المشروع حوالي 120 فدان، وباقي مساحة الأرض عبارة عن مشروعات ضمن مبادرة القيادة السياسية مع نبني المستقبل، مع المستثمرين ومع الهيئة الهندسية وهيئة المجتمعات العمرانية.
بحيث ان المشروع يستهدف بعدد اجمالي حوالي 20,000 وحده سكنيه ان شاء الله في انتهائه، سواء محور المستثمرين او الهيئه. والهيئه بتنفذ الجزء بتاعها، والحمد لله رب العالمين ماشيين بالمعدلات بتاعه التنفيذ بتاعتنا كويس الحمد لله. عظيم. طيب باشمهندس، عايز اعرف من حضرتك ايه شروط شراء هذه الوحدات، واذا كان في تقسيط الاسعار، يعني نعرف لو حد من الساده المواطنين عايز يكون عنده وحده سكنيه في هذا المشروع. المشروع ده فنان هو مشروع سكني يعتبر فوق المتوسط للفاخر. المشروع دوت طبعا هو كل الشريحه بتاعته تعتبر في الجزء دوت، لان هو مشروع المفروض انه بيتكامل مع مشروعات اخرى في مدينه اسكندريه. فالمشروع دوت مشروع سكني فاخر. بالنسبه للتقديم ما فيش له اي شروط، التقديم بتاعه زي التقديم بتاع الوحدات السكنيه اللي موجوده في العالمين في الابراج او الداون تاون او كده، نفس النظام اللي بتتعامل بيه هيئه المجتمعات. يعني اللي عايز يشتري بيروح لهيئه المجتمعات العمرانيه، بيروح يا فندم لهيئه المجتمعات العمرانيه او وجهتها للتسويق المعروفه اللي بيكون معلن عنها في الوحدات ديت. يعني نقدر نقول شركات البروكري او الشركات اللي بتقوم بالتسويق، اللي هو السماسره بس في شكل الشركات اللي بتتعامل بشكل قانوني من خلال هيئه المجتمعات العمرانيه، مظبوط كده يا فندم؟ بص يا فندم هقول لسعادتك حاجه، هي الفكره كلها ان على حسب شريحه التسويق بتكون الوزاره بتدرس الطريقه الانسب للموضوع دوت. جزء من اللي حضرتك بتقوله طبعا مظبوط، ودوت على اساس ان هو يحرك السوق العقاري كله ويبقى فيه حركه بالنسبه للوحدات. مظبوط. طبعا كل شريحه مستهدفه بيكون لها نوعيه من العملاء، لازم مزبوط. طريقه الطرح تتناسب معاهم فيها، وحد يقدر يوصل لهم. بالظبط كده، وحد يقدر يوصل لهم، وتكون المواعيد مناسبه ومتاحه سواء للسوق العقاري او بالنسبه للبرامج بتاعه التنفيذ والمعدلات. طيب في نفس السياق يا فندم، ايه المشروعات الخدميه داخل مشروع سواري؟ المشروع ده يا فندم زي ما بقول لحضراتكم هو على لانه على مساحه 419 فدان وفي مدخل اسكندريه، بيتم التعامل معاه كمشروع متكامل الخدمات. اولا المشروع خلوني اعرف حضراتكم مكانه فين بالظبط، هو على نهايه الطريق الصحراوي في مدخل الاسكندريه، وفي نفس الوقت بيطل على الطريق الدولي الساحلي، وله مواجهه بحوالي 2 كيلومتر على بحيره مريوط. الكلام ده بيخلي المكان بتاع المشروع يعتبر برايم لوكيشن او مكان مميز جدا في مدخل اسكندريه. فبالاضافه للوحدات السكنيه اللي بننفذها، عندنا مناطق للمولات التجاريه ومناطق للمباني متعدده الاستعمالات والابراج، ومناطق ثانيه موجود فيها استعمالات اداريه وتجاريه وتعليميه وترفيهيه ورياضيه كمان في المشروع. المشروع بيتوسطه نادي بمساحه حوالي 15 فدان تقريبا، ده غير المولات والاماكن التجاريه والاداريه اللي بتخدم على وحدات المشروع وكمان على محافظه اسكندريه باذن الله. عظيم. طيب باشمهندس، في طرق سداد محدده من قبل هيئه المجتمعات العمرانيه ولا الامر مفتوح لو حد عايز يتوجه لبنك يعمل له تمويل عقاري؟ يعني اشرح لنا كده طرق السداد. طرق السداد فعلا يا فندم متنوعه، في طرق سداد، في انظمه سداد من اول 3 سنين لحد 10 سنين لوحدات المشروع. الجزء ده طبعا دي بتبقى خطط سداد بتناسب تقريبا معظم الفئات او الشرائح اللي بتكون عاوزه تشتري. ده طبعا غير ان الناس اللي بتدور على مبادره التمويل العقاري، طبعا مبادره التمويل العقاري في بداياتها اليومين دولت، والناس كتير بتسال على الموضوع دوت، وان شاء الله في خطط ان تكون في وحدات تقدر تخش ضمن مبادره التمويل العقاري. لكن المرحله ديت انظمه السداد من 3 سنين 5 سنين 7 سنين 10 سنين مغطيه تقريبا معظم طلبات السوق بالنسبه للجزء ده. طب يا فندم، هل في مزايا لموظفين مثلا الحكومه، لاعضاء نقابات محدده؟ بص يا فندم، هي الفكره ما فيش مزايا بعينها بتكون لشريحه. المبدا العام عند هيئه المجتمعات ان كل الناس بيكون ليهم نفس المبدا. هي بتكون في طريقه السداد، يعني لو بيكون في مزايا بتكون في طريقه السداد. بتكون في جهات بتيجي تقدم للموظفين بتوعها، بيبقى الفكره ان دوت زي ما بيسموه كده بالك ديل، فبتيجي الجهه هي تقدر تاخد الوحدات وتبتدي تتعامل بيها للموظفين بتوعها او للناس بتوعها بنظام اكثر يسرا عليهم ويناسبهم. فطبعا ده مرحب بيه وبيبقى موجود عندنا في المشروع طبعا يا فندم. عظيم. طيب اخيرا باشمهندس احمد، عايز اعرف من حضرتك سر تسميه المشروع صواري. المشروع يا فندم احنا طبعا يعني من ضمن توجيهات القياده السياسيه بفكره الهويه وفكره المسميات اللي تخص او تعبر عننا وكده، كلمه صواري هو جمع صاريه، وهي اللي هو صاري المركب.
احنا المشروع لان هو موجود في مدخل اسكندريه وفي مكان واضح جدا، هو اشبه وحضرتك بتشوفه من بعيد بصاري المركب اللي بتشوفه من بعيد، فده جت التسميه باسم صواري، اسم يناسب الطبيعه الساحليه للمكان بتاع المشروع في مدينه اسكندريه، وفي نفس الوقت اسم عربي اصيل يعبر عن هويتنا. مهندس احمد ابراهيم المشرف على التجمع العمراني الصواري، بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لاهم الانباء مع منى الشرقاوي، تفضل يا منى. شكرا ليكي جمانة. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز والاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي والعمل على الارتقاء بعلاقات الصداقة واستمرار التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل ما يجمع بينهما من روابط متعددة وقوية، حيث أكد الرئيس السيسي الاهتمام بتعزيز التعاون والحوار المتبادل بين الجانبين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. من جانبها أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد، مشيدة برؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد والجهود الحثيثة لمكافحة الإرهاب وتجربة مصر الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووجه الرئيس السيسي بتعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيا بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وذلك للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، حيث عرض الوزير مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة ما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام وميكنة إجراءات العمل وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تكثيف الجهود المبذولة وزيادة معدلات الإنجاز في المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله هذا المشروع الحيوي من أهمية كبيرة. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع. وأوضح مدبولي أنه يحقق مكاسب عديدة لمنظومة الري في الدولة بصفة عامة وللمزارعين بصفة خاصة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بهدف العمل على وصول المياه لنهاية الترع وترشيد استهلاك المياه المستخدمة في ري الأراضي الزراعية والمستصلحة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
يزور رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كييف اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي. وأضاف بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن جونسون وزيلينسكي سيبحثان النشاط العدواني الروسي المستمر إضافة إلى الدعم الاستراتيجي البريطاني لأوكرانيا. تأتي الزيارة بعد يوم من إعلان الخارجية البريطانية أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد يرمي إلى تجديد حزمة العقوبات التي يمكن للندن أن تفرضها على موسكو بشأن الأزمة الأوكرانية. أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1891 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 358,165 حالة. وأوضحت وزارة الصحة تسجيل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، مشيرة إلى وفاة 31 حالة جديدة. نهاية موجز التاسعة، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا بنتكلم دايما عن الرياضه وبنتكلم عن ابطال المنتخبات الوطنيه والانجازات اللي بيحققوها. يمكن في الفتره الاخيره في تركيز على كره القدم ومنتخب مصر اللي في بطوله افريقيا في الكاميرون، واللي شرفونا ورفعوا راسنا واداء بطولي ورجولي، لكن على الجانب الاخر هناك ايضا منتخب لمصر حقق نجاح باهر الصراحة، منتخب مصر لقصار القامة، نجحوا في التتويج ببطولة كأس العرب اللي اتلعبت في مدينة شرم الشيخ تحت شعار أنا وإنت واحد ضمن فعاليات المهرجان العالمي الرابع لتنشيط السياحة. مباريات يعني كان فيها تنافسية عالية جدا، نجح فيها أبطالنا في حصد هذه البطولة والفوز في المباراة النهائية على المنتخب الأردني. عشان كده احنا النهاردة معانا في الاستوديو من هؤلاء الأبطال عشان نبارك لهم على هذا الإنجاز العظيم. نبدأ بالترحيب بالكابتن أيمن العطار المدير الإداري لمنتخب مصر، وأيضا يوسف الراوي لاعب المنتخب المصري. صباح الخير عليكم وألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. أنا عايز أبتدي بحاجة بعيدة شوية عن البطولة، عشان احنا هنتكلم كتير على البطولة والكاس موجود قدامنا، وطبعا هنحتفل ونحتفي بوجودكم معنا. يعني انا عارف الاجابة بس يجب عليا ان انا اسأل السؤال ده، وهبتدي مع حضرتك بما انك مسؤول اداريا عن الفريق. الاهتمام الشعبي ببطولاتكم اكيد اقل من المنتظر، بترجع السبب ليه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بشكر التلفزيون المصري على الاستضافه، وان يكون يعني حاجه جميله قوي ان احنا نبقى لسه راجعين من شرم الشيخ امبارح، ويكون اول لقاء لينا على التلفزيون المصري في صباح الخير يا مصر. ودي حاجه يعني بتقول لنا انتوا كده بداتوا تحطوا رجليكم على الطريق. تاني حاجه طبعا بشكر الدكتور اشرف صبحي على دعمه اللي كان قبل البطولة بشكل غير طبيعي، ادانا حافز وطلب من اللعيبة البطولة وإلا يقعدوا في شرم الشيخ. وكان بصراحة دي قعدة لطيفة في شرم الشيخ طبعا. ولكن كان بصراحة اللعيبة كان على قدر المسؤولية، وكانوا وعدينه إن هو هياخدوا البطولة، وفي الملعب عمل معاهم بعد النهائي مكالمة فيديو، وبفضل الله قال لهم يعني إن شاء الله في ليهم تكريم في الوزارة إن شاء الله. بشكر من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، صانع السعادة والمسؤول الأول عن الفريق أستاذ علي شعبان. هو مش موجود معنا، ولكن هو في كل خطوة بيعملها كان الموضوع بيختلف، حارب لمدة 4 سنين عشان نوصل للهدف اللي احنا فيه النهاردة. طبعا الشكر موصول لكل مسؤول كان متواجد معنا
في شرم الشيخ، وبنخص بالذكر سياده المحافظ اللواء خالد فوده الراعي الرسمي للفريق بالفعل في شرم الشيخ من 4 سنين لحد النهارده. عظيم. اما ان الفريق مالوش شعبيه من بدري بنحاول ان احنا نحط عليهم سبوت، ولكن للاسف ما كانش في حد شايف الموضوع بالمنظر اللي احنا كنا بنحلم بيه. حلم كان للشباب دوت ان هم الناس تشوفهم، الناس تعرفهم، الناس تبطل النظره اللي هم شايفينهم بيها في الشارع على قدر ما هم عندهم هدف وحلم نفسهم يحققوه. فللاسف الشديد ما كانش في تسليط، والتسليط كان بيجي عباره عن لقطه وبتمشي. لكن كنت اتمنى ان البطوله من بدايتها واستقبال الوفود كان يغطيها الناس، يغطيها الاعلام، يغطيها الشبكات الاعلاميه بشكل حتى كان يجعلنا احنا كمان نفخر بده لما كانوا بيستقبلونا بره. احنا كنا بنشوف الشاشات التلفزيون بتاعتهم بتبقى مستنيانا في المطار. احنا سافرنا المغرب في 2019 فزنا على المغرب هناك، كان في وجود السفير المصري هناك، وخدنا كانت مباراتين، المباراه الاولى هي مباراه بطوله وديه بالفعل لكن احنا بفضل الله كسبناها، والمباراه الثانيه خسرها المنتخب المصري قصد المنتخب المغربي لان كان مختلط ما بين المنتخب المصري والمغربي. سافرنا الاردن عملنا نتائج كويسه، استضفنا العراق هنا السنه اللي فاتت في دهب، وكانت برضك المباراه الاولى فوز منتخب مصر 4-0 والمباراه الثانيه 6-1. ان احنا ننتظر ان في يبقى حد بيحط الشباب ديت على طريق كويس ان هم يقدروا الناس تشوفهم ويغيروا نظره ان في دولت بس لمجرد ان هم يطلعوا في التمثيليات، للاسف كان الموضوع ستوب لحد بقى ما بفضل الله سبحانه وتعالى حققت الموضوع ده. الموضوع ده جامد طبعا. الموضوع ده احنا يعني بجد في ناس تعبت فيه، في مدرب يعني لازم يذكر مجهوده اللي عمله كابتن محمود الحضري، مدرب عرف يتعامل معاهم اولا نفسيا. واضح ان دايما اسم الحضري بيجيب بطولات. حقه ياخده، ربنا يبارك فيك حبيبي. طيب يوسف صباح الخير عليك والف مبروك. والحقيقه يعني انت وزمايلك كلهم في الفريق الحقيقه شرفتونا كلنا ورفعتوا راسنا الحمد لله. بس عايز اعرف منك ممكن الساده المشاهدين كمان حابين يعرفوا ازاي بدايتك خالص لما ابتديت تلعب كوره وبعدين بقيت في منتخب مصر. كلمني اكتر عن بدايه مشوارك انت تلعب كره القدم. انا كنت بلعب كوره من وانا صغير في الشارع، بعد كده بدات اروح مراكز شباب ونوادي. لعبت في نادي وادي دجله 3 سنين مواليد 2003، ولعبت في نادي الجونه بسنتين برضه مواليد 2003. بس ما كانش فيه القدره ان انا اكمل بسبب فرق الاحجام، فرق الاطوال، المدربين يخافوا ان هم يشاركوني في المباريات عشان الالتحامات وكده. فاللي هو خلاص ما فيش كوره لحد ما عرفت استاذ علي شعبان، توصلت معاه وانضميت الحمد لله لمنتخب مصر. طيب اصعب يعني وانت واحنا بنتكلم على بطوله، هي صحيح البطوله لسه دي اول نسخه ليها مزبوط. لكن برضو بطوله ما كانتش سهله مزبوط. المنتخبات ما كانتش بسيطه مزبوط. منتخبات يمكن تكونوا قابلتوهم قبل كده، لكن اكيد كان في مواجهات انتوا كنتوا خايفين منها، او انت كيوسف تحديدا كنت خايف منها وقلقان. طبعا فكره ان انا لاعب منتخب اسبانيا، ما الفكره نفسها كبيره، خصوصا ده اول ماتش في الافتتاح. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نكسبهم وقدرنا نسجل قدامهم جون. منتخب الاردن منتخب قوي، لعبناهم في الفاينل كسبناهم 5-4. ومنتخب العراق احنا عارفينه من السنه اللي فاتت برضو منتخب قوي مش سهل خالص، وكسبناهم 1-0 وماتش كان قوي يعني. ما شاء الله. طيب يوسف قول لي دلوقتي انت موجود في المنتخب مزبوط. المنتخب ليه فترات تجمع والمباريات التنافسيه بتاعه المنتخب، في غير وقت تجمع المنتخب ايه شكل الممارسه؟ يعني بتبقى موجود في نادي، بتلعب لوحدك، يعني احكي لنا اكتر. بنزل برايفت تريننج مع كابتن عماد عبدين، بنزل معاه، بنزل العب حتى كوره مع اصحابي، اللي هو اي حاجه عشان خصوص ما اكونش انا قاعد في البيت من غير تمارين يعني. لكن ما فيش بطوله منظمه؟ لا احنا لحد دلوقتي التمارين بتاعتنا مش منظمه بسبب ان احنا لسه ما لناش ملعب صالات ان احنا نلعب عليه. لحد قبل البطوله تقريبا من 3 اسابيع دكتور اشرف صبحي وفر لنا ملعب يعني ان احنا نقدر نتدرب عليه. كابتن ايمن انا شفتك لما سالت يوسف على بطوله منظمه يعني وشك بان عليه انطباعات كده ان هو انا نفسي. بتمنى ان فعلا يتعمل دوري منظم لجمال القامه، مش قصار القامه، جمال القامه. لان على مستوى مصر احنا عندنا 120 ألف
من الأقزام، الوصف الطبي ليه قزم. عندنا 120,000، 120,000 دولت اللي بيبدأوا ان هم يخرجوا عشان خاطر هم عايزين عندهم هدف يعملوه. مفيش انديه عندها فرق للاسف، دي برضك مفيش يوسف. لا للاسف، وبنتمنى ان فعلا يتعمل دوري على مستوى الجمهوريه. هلاقي بتاع اسيوط اللي جاي لي من اسيوط دلوقتي عشان يعمل تمرينه ويرجع تاني. يعني خليني برضك النقطه دي اتطرق ليها. انا عندي استاذ علي شعبان 4 سنين بيأجر ملاعب على حسابه الشخصي، الفريق دوت مسافر شرم بيلعب البطوله دي، مشترين الترنجات بتاعتهم هم اللي دافعين الفلوس. اه يا فندم الموضوع ما فيش يعني، لسه الدكتور اشرف صبحي لسه بيمد ايديه لينا قبل البطوله بالفعل، وبالفعل احنا اتوفر لينا امكانيات كنا بنتمناها في كل سنه، اتوفرت السنه دي في شرم الشيخ، لان بدات المؤسسه نفسها هي اللي بتبص لنا، مؤسسه الدوله نفسها هي اللي بتبص لنا. لكن احنا لحد قبل البطوله اللعيبه مشتريه كل واحد الترنج بتاعه على حسابه، السفر بتاعهم للمعسكر بتاع شرم الشيخ سافر كل واحد على حسابه. لا الموضوع طيب موضوع يعني صعب. ثانيه واحده يا كابتن ايمن، حضرتك دلوقتي ذكرت انه في امكانيات بالفعل توفرت قبل البطوله، بطوله كاس العرب، ودلوقتي حضرتك بتقول دلوقتي انه اللعيبه التريننج لبسهم او تذاكر السفر كل ده كان على حسابهم. طيب خلينا نعرف من حضرتك ايه الامكانيات اللي توفرت حته الملعب بقى. ملعب، اقامه، اعاشه، الحاجات دي كلها توفرت لها هناك من الدكتور اشرف صبحي في المدينه الشبابيه في شرم الشيخ. دي كانت طبعا فرقه كتير جدا، ان احنا المره دي خدنا الرعايه من وزاره الشباب والرياضه في الامر دوت. السيد وزير السياحه وفر باص يودي الفريق بعد كده، لان الفريق اتقسم نصين، فريق راح قبل البطوله بثلاث ايام والباقي راح يوم 25، فالاتوبيس الكبير هو اللي كان متوفر في يوم 25، الرجوع كان بفضل الله الباصات متوفره. لكن انا بتكلم في لحد قبل البطوله ما كانش في حاجه، ما كانش الموضوع في. اتبلغتوا بميعاد البطوله قبلها بقد ايه يا كابتن؟ الايه؟ اتبلغتوا بميعاد البطوله او كانت معلنه؟ احنا البطوله معلنه، احنا بقالنا سنه الاستاذ علي شعبان بيتواصل مع كل الدول، الدول بالفعل. يعني انا النهارده لما يجي لي منتخب العراق لابس حلو قوي وداخل المطار وشكله حلو وممثل من الوزاره رايح جاي معاه، المنتخب السوري جاي بجوازات دبلوماسيه وشكله حلو الموضوع منظم، المنتخب الاسباني نفس الموضوع، الموضوع كان الدول جايه لنا شكلها حلو، واحنا بفضل الله بفضل الله ظهرنا كمان بشكل حلو. طيب انا هنا عشان كده الكلام ده يخليني اسال سؤال مهم، انتوا حققتوا بطوله كبيره وانجاز، والانجاز ده حطكوا تحت السبوت لايت او تحت النور، الناس بقت شايفاكوا دلوقتي، لا في منتخب في مصر لقصار القامه بيحقق نتائج، ودكتور اشرف صبحي الدكتور اشرف صبحي ده حاجه بجد بجد، اخلاق، ادب، جبر خواطر عنده بشكل غير عادي، بشكل غير عادي راجل فعلا. احنا في اللقاء بتاعنا معاه جبر بخاطر كل اللي موجودين، كان سبب مباشر في ان يتعمل في لجنه فرعيه في اللجنه البارالاولمبيه لكسار القامه. طيب احكي لي بقى على الوعود اللي قدمها لكم دكتور اشرف صبحي للاهتمام بالمنتخب في الفتره القادمه، يعني ننتظر ايه في اللي جاي؟ انا 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 ك ك ك يعني انا اولا مش المسؤول الاداري، لا انا من ضمن الجهاز الاداري للموضوع ومدرب حراس المرمى الفريق، لكن انا من ضمن الجهاز بس مش اكتر. لكن المسؤول الاداري استاذ علي شعبان، في مستر ايمن امين، في مدام رانيا، مدام مها، الموضوع في منظومه تانية بنتحاول تتكاتف ان هي تعمل حاجه. دكتور اشرف صبحي وعدنا بان اللي جاي افضل من اللي فات. انتوا دلوقتي مش بتوع حد، انتوا دلوقتي بتوع الدوله طبعا. دي بقى دي طبعا بعد اللقاء بتاعه في الوزاره قبل البطوله بصراحه خلانا احنا نازلين الشباب عندها هدف خلاص. احنا كمان شفنا صور من اللقاء مع دكتور بصراحة اشرف صبحي، الشباب مزبوط. كان عندها هدف وخرج من اللقاء في قمه السعاده، وهو فعلا كان عنده جبر خاطر، وانا اعتبر السنه دي عام جبر خاطر، قادرون باختلاف ان شاء الله بحقيقي مزبوط. حقيقي يعني يعني اليوم بتاع قادرون باختلاف ما اظنش ان مفيش حد عينه ما بكتش. طيب خليني انتقل بقى ليوسف مره تانية.
يوسف، يعني بطولة مش سهلة وانتوا حققتوا بالفعل إنجازات برغم كل الصعوبات اللي اتكلمنا عليها، وده يخلينا نقدر ونثمن إنجازكم ده بشكل أكبر كمان. بس كمان الفترة اللي فاتت كان بجانب كل الصعوبات دي كان في يعني خلينا نقول عرض عالمي هو أزمة وجائحة كورونا. طبعاً. تدريباتكم كانت عاملة ازاي؟ كنتوا ازاي حتى انت وباقي اعضاء يعني زمايلك في الفريق في المنتخب طبعا المصري لكرة قصار القامة، كنتوا ازاي بتتدربوا؟ يعني احكي لنا واحكي للسادة المشاهدين اكتر. كان وقت الجائحة كابتن محمود الحضري طبعا كان مخلي كل واحد نظام غذائي لوحده، كل واحد ليه تمارين خاصة لوحده، برايفت تريننج زي ما تحرك في الاول. فكنا قادرين ان احنا نواصل تمارين وفي نفس الوقت ما يحصلش زيادة عن ده. طيب يوسف، انت مركزك ايه في الملعب؟ انا هاف ديفندر او وينج رايت. مين بقى مثلك الاعلى؟ كابتن حسام غالي. كابتن حسام غالي انت اهلاوي؟ محمد ابو تريك طبعا. على طول كده يعني على طول. طيب قول لي انت دلوقتي يعني نجحت الحمد لله، وطبعا احنا بنطلب منك ان انت تستمر في نجاحك ان شاء الله. محتاج ايه عشان تستمر في هذا النجاح؟ اول حاجه محتاجين طبعا ان احنا نتمرن بانتظام، ان احنا مستنيين بطولات تانية كتير، منهم في بطوله ان شاء الله في العراق شهر 4، بطوله كوبا في شهر 5، وفي ان شاء الله كاس العالم في 2023. يعني في بطولات كتير. طبعا. وفي دعوه لاسبانيا شهر 7. شهر 7 ان شاء الله. طيب عايز ايه عشان تبقى مستعد لهذه البطولات؟ محتاجين طبعا ملعب ان احنا نتمرن بانتظام، ملعب صالات طبعا، ان احنا الماتشات بتاعتنا بتتلعب على الصالات، دي اكتر حاجه يعتبر محتاجينها، ومحتاجين يبقى في رعايه مثلا للتيشيرتات للتريننج الكلام ده كله. ليه مقاسات خاصه يعني؟ المفروض ان بيجي بياخد له مقاسات خاصه، بيعمل له الطول بتاعه زي اي رياضي، حاجه بتاعته هو خاصه بتاعته. اي رياضي هو. اي رياضي بيشارك في اي لعبه الحذاء بتاعه اصلا مختلف، لان هو حذاء صالات ومش متوفر بالمقاسات الصغيره بتاعتهم كمان يعني. يعني اللي بتبوظ جزمته ممكن يكمل بالجزمه وهي بايظه يعني. انا ممكن اخد من كلام حضرتك اوجه لكل الساده المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا وكل اصحاب الشركات العامله في مجال الرياضه، بنقدم لكم طلب على الهواء ان كان يسمح لينا ان احنا نقدم طلب. لو في رعاه من الشركات الرياضية أو الشركات العاملة في الملابس الرياضية أو الشركات العاملة لرعاية المواهب الرياضية، الجامعات اللي بتقدم الدعم الدراسي أو الأندية اللي ممكن تستضيف الأبطال المصريين، بكل تأكيد هذا الفريق يحتاج إلى رعاية، ورعاية قوية في مختلف أوجه هذه الصناعة، لأن كرة القدم أصبحت صناعة. فأي حد حابب أن يكون لي دور في رعاية هذا الفريق، أرجوكم تواصلوا معنا، أو بكل تأكيد تقدروا تتواصلوا مع الفريق نفسه أو تتواصلوا مع وزارة الشباب والرياضة، الأندية، شركات الملابس الرياضية، أصحاب الملاعب، كل من يعمل في قطاع الرياضة يا جمالة. صحيح، كل من له علاقة بهذا الأمر يقدر يساعد بأي شكل. احنا كمان كابتن أيمن، يعني أعتقد أنه ناس كتير بعد ما يشوفوا هذا اللقاء ويقعدوا ويتمعنوا كده ويشوفوا إنجازات أبطالنا عملوا إيه وإزاي شرفونا وإزاي شرفوا مصر، هيبقى في كتير من الأسر اللي عندهم أطفال من قصار القامة، أو حتى لو في حد عايز يشارك أو يبتدي إن هو يلعب كرة القدم لقصار القامة، ازاي ممكن يتواصل؟ ازاي هو يتقدم؟ هو اصل الموضوع، الهدف منه هو ده، ال 120 الف الموجودين في مصر ده عدد مش بسيط، وفي الاخر هي طاقات كله بشريه، بيخاف يخرج من بيته. الموضوع لما دلوقتي تسليط الضوء اللي بيحصل دلوقتي زي ما حصل مع ملتزمة الداون، بدا تسليط الضوء عليهم من فتره ويظهروا ان هم ابطال، النظره بتاعت المجتمع اختلفت. دولت محتاجين نفس التسليط دوت عشان يخرجوا تاني لسكه تكون نظرة المجتمع فيه بتختلف عليهم. أكيد. يعني الأمر بالفعل مفتوح لكل قصار القامة في مصر، باب المنتخب مفتوح، مش مقفول، مش حكر على حد. اللي عايز يجي يتواصل معاك يتواصل يعني. اللعيب والحريف موجود في الفريق، واللي بيحب الكورة ومش حريف كابتن الفريق يقدر ان هو مدرب الفريق ده يقدر ان هو يعمل منه خامة طالما هو بيحب الحاجة. فده عزيز. طبيعي جدا. طيب انا عايز بقى طلب صغير. اتفضل بس سريعا عشان عايز اسال اخر سؤال يوسف. طيب احنا ليه طلب صغير جدا؟ لان السيد الوزير لما تواصل معانا في الملعب يعني كانت قال ده فال حسن لمباراه المغرب بالليل. والحمد لله احنا كان فال حسن.
عظيم. وبعد الحمد لله من المنتخب المغربي حرقت لي جزء من السؤال. حرقت لي جزء. اتمنى ان يكون في ولو يعني دي لو هتبقى مكافاه تبقى حاجه جميله جدا ان المنتخب يسافر يشجع منتخب مصر في مباراه الكاس واحنا بنضم صوتنا لصوتك. اتمنى دي تحصل ومش هنلاقي هتفرق كتير قوي معهم نفسيا. اكيد هتعمل لهم جو مع لعيبه المنتخب. اتمنى وهتفرق معاهم طبعا اكيد. بكل تاكيد يوسف يعني اتحرق لي جزء من السؤال. اكيد بتتفرج على كاس الامم طبعا. بتتفرج على منتخب مصر طبعا. وانت راجل محترف في منتخب مصر الحمد لله. ايه رايك في الفرقه وكارلوس كيروش بعد كان في انتقادات في الاول للاداء وبعدين الفرقه ظهرت وبانت. انت راجل بروفيشنال يعني موجود في فريق فلك الحريه طبعا انك يكون لك راي في الفرقه. قول لنا ايه رايك في منتخب مصر نجم منتخب مصر لقصر القامه. الحمد لله. مستر كيروش لحد دلوقتي طبعا ماشي صح. كسب فرق من اقوى الفرق الافريقيه اذا كان المغرب او كوتيفور فهو ماشي صح طبعا. يمكن في الاول ما كانش لسه في كيمستري بين مستر كروش وبين اللعيبه فده كان من الطبيعي يعني. بس لحد دلوقتي الحمد لله ماشي صح وبالتوفيق ان شاء الله يا رب يا مسهل الحال ان شاء الله. يوسف الراوي لاعب المنتخب المصري لقصار القامه ونجم منتخب مصر في خط وسط المدافع مظبوط. لا هاف ديفندر. هاف ديفندر هاف ديفندر خط وسط المدافع وينج رايت وينج رايت. بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك. والكابتن ايمن العطار عضو الجهاز الاداري للمنتخب المصري ومدرب حراس المرمى ربنا يحفظك. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا والف مبروك ليكم مره ثانيه. الله يبارك فيك فندم شكرا. طيب جديا نروح لفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. استنوني. نرحب بحضراتكم مرة تانية وهنرجع لمعرض القاهرة الدوري للكتاب وفعاليات معرض القاهرة الدوري للكتاب. حين معهد الشرقة للتراث ليه مشاركة مهمة جدا في معرض القاهرة وكمان المشاركة دي بتتسق مع شعار المعرض ومحاوره المتعلقة بالهوية والحفاظ عليها في ظل التحديات اللي بتواجه تراثنا وهويتنا. معنا على التليفون دكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشرقة للتراث هيكلمنا أكتر عن مشاركة المعهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب. صباح الخير على حضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور. أهلا بيك يا فندم. في البداية نعرف مشاهدينا بمعهد الشرقة للتراث ودوره في توثيق وحفظ التراث وأيضا التعريف بتراثنا العربي المشترك لو سمحت. معهد الشرقة للتراث هو معهد ثقافي أكاديمي من المعاهد المصنفة من قبل يونسكو كمركز دولي لبناء القدرات ومختص في الوطن العربي. يتبع المعهد مركز يسمى مركز التراث العربي المعني بحفظ وصون التراث العربي وهناك طبعا إدارة متخصصة في المحتوى والنشر هي التي نشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب وتصدر 50 كتابا كل سنة بالإضافة إلى مجلة علمية متخصصة وأيضا مجلة ثقافية منوعة تعنى بالتراث الثقافي. المعهد يعني له عدد كبير من الأنشطة العلمية والثقافية والتظاهرات أيضا التي تسعى للتوعية بالتراث بأهمية التراث وأيضا التثقيف والتعليم. طيب دكتور عبد العزيز عايز اعرف من حضرتك شكل المشاركه في معرض القاهره الدولي للكتاب وازاي تم التنسيق مع حضراتكم عشان تكونوا موجودين في القاهره في هذا العام. نحن نشارك الان للمره الرابعه ونشارك طبعا من لدينا بيننا وبين الهيئه المصريه العامه للكتاب اتفاقيه تم التوقيع عليها مبدئيا والآن تم اعتمادها اتفاقية للنشر المشترك وهناك عدد من الأنشطة المشتركة فنحن نشارك من خلال جناح في القاعة الرئيسية لعرض كتب المعهد وأيضا للقاء بالدارسين والباحثين في مجال الموروث الشعبي العربي وأيضا نشارك من خلال البرنامج الفكري فقد شاركتنا شخصيا بجانب الدكتور الأستاذ الدكتور أحمد مرسي
مؤسس المعهد العالي للفنون الشعبية في مصر في ندوة حول التراث والمستقبل. إذا فنحن نشارك في المعرض كشيء بشكل رئيسي وأيضا في البرامج الفكرية. طيب دكتور عبد العزيز، يعني بما ان احنا بنتكلم على الحفاظ على الهويه وعلى التراث، في راي حضرتك يا فندم ايه اهم المخاطر او المخاطر الابرز اللي بتهدد تراثنا المادي والغير مادي، وازاي نقدر نحافظ على تراثنا كمان للاجيال القادمه في المستقبل؟ هو قد يكون يعني الخطر الذي يحيط بالتراث المادي يمكن تلافيه والحفاظ عليه بحكم أن التراث المادي شيء ملموس، ويعني الحفاظ عليه أسهل من التراث غير المادي. والغير المادي أو كما نسميه أيضا التراث المعنوي هو يعني منظومة من العادات والتقاليد والأدب الشعبي والمعارف الشعبية والفنون. هذه هي المعرضة للخطر لأسباب كثيرة، يعني منها ابتعاد الأجيال الجديدة عن جذورهم وانبهارهم الكبير في الحقيقة بالغرب وبالحضارة الغربية. وطبعا لا ضير من الاستفادة من الغرب ومن كل الشعوب سواء في الشرق في اليابان، ولكن أن نكون نسخة منهم فهذا شيء يعني مجحف في حق ثقافتنا وتراثنا العريق. أيضا هناك مشكلة يعني المؤسسات التعليمية والأكاديمية أيضا لا تلقي الاهتمام بالتراث الثقافي كما تسميه اليونسكو أو التراث الشعبي، وإنما تجعله دائما على هامش الـ الـ يعني المنظومة العلمية والمنظومة المعرفية. وهذا أيضا يجعلنا في يعني في خوف من أن نفقد الكثير من تراثنا في ظل هذا الإغفال وهذا الإهمال، وأيضا في ظل التقليد والانبهار في الغرب. طب حضرتك اتكلمت على اليونسكو وفكرة التعامل مع التراث العربي تحديدا، إيه شكل الأروقة اللي ممكن نمشي فيها إحنا كعرب مش عايز أقول الضغط على اليونسكو، خلينا نقول التنسيق مع اليونسكو للاهتمام بالتراث العربي؟ يعني هناك الآن جهود طيبة يعني تبذل من خلال تسجيل عناصر التراث الثقافي العربي. كما تعلم مؤخرا يمكن الوطن العربي اجتمع من خلال عدد كبير من الدول، دول الخليج ومصر والمغرب وتونس، بتسجيل الخط العربي، وهذه كانت خطوة جميلة لأن الخط العربي واحد من أهم الخطوط جمالية، واللغة العربية كان أيضا في الخط العربي، وأيضا كان في التطريز الفلسطيني. التطريز الفلسطيني نعم، لكن الخط العربي هو الأشمل، يمكن التطريز الفلسطيني كان ملف خاص في فلسطين، ولكن الخط العربي كان ملف عربي شامل. وكما تعلم يعني حاولت مثلا تركيا التدخل لوقف هذا الخط وتسميته الخط الإسلامي، ولكن طبعا لم تكن لهم حجة. وهناك كثير من الثقافات التي تستخدم الخط العربي في لغاتها مثل فارس واللغة السواحلية وغيرها تستخدم الحروف العربية، وأيضا اللغة الهندية اللي هي التي تسمى الأردو تستخدم الحروف العربية. لذلك هم حاولوا الضغط لعدم تسمية يعني تسجيل الخط العربي كعنصر للثقافة العربية وإنما عنصر إسلامي، ولكن الحمد لله تمكنت الدول العربية من إدراجه على القائمة التمهيدية. وهناك طبعا عدد كبير من الأشياء المشتركة، العرب سجلوا القهوة وسجلوا فن الصقارة أو الصيد بالصقور وسجلوا يعني كثير من الأمور المشتركة التي نتفرد بها نحن كعرب وأثرنا فيها على الآخرين. والتسجيل ده بيحمي بعد شوية ما تجيش دولة من الدول الأخرى تتبنى أي حاجة من الموروث الثقافي العربي وتنسبها لنفسها زي ما شفنا في بعض الأمور، ودي أهميتها. كثير من يعني الدول انت عارف يعني اسرائيل تسعى مثلا تسجيل كثير من الامور اللي هي فلسطينيه او عربيه مثلا على قائمه تراثها، وهناك كثير من الدول يعني حتى الشكل المعماري. هناك مثلا في الاندلس الان وفي شبه الجزيره الايبيريه في البرتغال وغيرها هناك كثير من التاثيرات المعماريه العربيه الاسلاميه، وايضا وهم يحاولون احيانا سلخها من انتماءاتها العربيه، لكن الحمد لله الان في وضع اليونسكو نحن نحاول ان يعني الدول العربيه كلها مجتمعه
أن تتكتل للتسجيل ول يعني إثبات هذا الانتماء العربي. لكن نحن أنت يمكن تفضلت قلت لا نريد أن نضغط. نحن المشكلة أحيانا تفرض علينا بعض الأمور من خلال اليونسكو ولكن بالرؤية الغربية. وأنا رأيت سعي اليابان مثلا لفرض رؤيتهم ولكن بمعايير اليونسكو. نحن أحيانا نرضخ يعني قد ما يناسب الغرب في شيء ما لا يناسبنا، ولكن نحن ممكن أن نلتزم بالمعايير ولكن برؤيتنا. وهذا ما تسعى إليه يمكن اليابان وكوريا في كثير من الأمور، بأنهم نعم نحن نقبل بأن نسجل ولكن الرؤية يجب أن تتغير أو المعايير تتغير جزئيا بما يناسبنا. بالتأكيد. دكتور عبد العزيز مسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. ننتقل لفعالية أخرى وسباق أيضا، في أول سباق من نوعه الحقيقة مدينة العالمين تستضيف أول سباق من نوعه ينظم على أرض مصر للإبل المنتجة للحليب، ينظمه الاتحاد المصري للهجن ويستمر لمدة يومين. معنا دلوقتي على التليفون عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم وأهلا بيك في صباح الخير يا مصر. أهلا بيكم والله يصبحكم بالخير، وأنا سعيد بهذه الإطلالة الطيبة على تراث أجدادنا الهجن. أهلا بيك يا فندم. في البداية لو توضح للسادة المشاهدين المظاهر المختلفة في هذا السباق، سباق الهجن للإبل المنتجة للحليب، يمكن كمان أبرز سؤال هيجي في ذهن المشاهدين، إيه الاختلافات لو عملنا مقارنة بينه وبين السباق سباق الهجن العادي؟ والله يا أستاذة في فرق بين سباق الحليب. الحليب طبعا في سلالات منتجة للحليب وأغلبها الحمر من المغرب يعني من ناحية شمال أفريقيا، ونوع آخر يسمى الرشيديات من السودان. فبيتم الحلب صباحا والحلب مساء، الحلب صباحا والحلب مساء، وأكثر كمية من الحليب وزنا هي اللي بتفوز بالمركز الاول. واكبر كميه 13 كيلو ونص في الحلب الواحده. هايل. طيب احنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي جت الفكره، يعني ليه الاختيار وقع على الابل المنتجه للحليب؟ والله احنا بنعمل استاذنا بنعمل سباق الهجن من يعني زمان قديم، من اكثر من في مصر من مطلع التسعينات. مظبوط. واصبحت رياضه الهجن الان رياضه يعني تضاهي رياضه الهجن في دول الخليج العربي. مصر فيها الان سباقات للهجن يعني طيبه جدا، شرم الشيخ الان في افضل مضمار في العالم، الامارات عملت أنشطة في العالمين وفي شرم الشيخ. وبالنسبة للحليب أول مرة النشاط يتعمل في مصر، وهيبدأ غدا التسجيل الآن. اللجان أنا في تواصل مع اللجان في العالمين، تسجيل شغال ومن كل المحافظات بتواجدوا، وبكرة إن شاء الله يوم 2 و3 هيبدأ النشاط حليب الإبل. وانت عارف ازدهار هذا النشاط هيكون له مردود طيب، لان الحليب له فوائد صحيه كثيره. فاتمنى ان تكون يعني الفتره الجايه دائما في انشطه. احنا اولا حاجه بنتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامه رئيس الجمهوريه الذي دعم التراث وحضر سباقات الهجن في شرم الشيخ، وكان بيوصي كثير على هذا الرياضه، رياضه الاباء والاجداد. فالان احنا بصدد غامت او حدث أو لاول مره يحصل في مصر هو سباق الحليب. ايضا في يوجد مع سباق الحليب سباقات للهجن 30 شوط، تتنافس على 30 شوط حسب السن، في سن سنتين وفي سن زي ما بيقولوا عليه الحق سنتين، هيجرن كل واحد يعني كل شوط مع سنه، النوع ايضا الذكر والانثى كل سنه، تتنافس القبائل كلها مين تفوز بزعامة المهرجان من المحافظات. يكون حدث والتقاء طيب مع كل قبائل الوطن العربي
في العالمين ان شاء الله. بكل تاكيد يا فندم. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. السيد عيد حمدان المزيني رئيس الاتحاد المصري للهجن، نشكرك يا فندم جزيل الشكر. مشاهدينا خلصت حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار ثلاث ساعات، يعني اعتقد ثلاث ساعات كان فيهم فقرات كتير جدا، صح حسام؟ مظبوط، نحاول دايما نقدم لحضراتكم كل جديد ومختلف، وان شاء الله بكره حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد الساعه 7 الصبح. يجعل نهاركم نادي. لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح.